تخافش على الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. عندما يصبح المسؤول ملوش دعوة، يبقى مين المسؤول والحياد الزائف؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم حلقة الخميس النهاردة من ملك وكتابة رقمها 891، عبر 890 حلقة من ملك وكتابة. أعتقد اعتدت على هذه الاستهلالة الفلسفية المنطقية الجامعة المانعة من المهندس عدلي. عندما يصبح المسؤول غير مسؤول؟ أرجو أن أنا أقول الكلام في عجالة يكون له تفاصيل عندنا بإذن الله. اتفضل. الأيام اللي فاتت دي أنا شفت العجب. وإحنا بنتهيأ كلنا للتماسك، نبذ التعصب، كلنا رايحين في سكة حلوة ومصالحات هنا وهناك وبوادر روح رياضية عالية جدا، ومسؤولين كبار سواء في الأندية أو في الهيئات بيباركوا وبيؤازروا وبيأيدوا هذا الكلام. يأتي من يحرجك، لأنه لما يطلع الكلام بالضبط كده عشان ما نوربش، يعني قضايا استهلكت وقضايا قديمة تثار الآن فيما يشبه الحملة، عدم عدالة الدوري، هو الأهلي ليه ما بيلعبش في الإسماعيلية، المؤجلات، نظام الدوري الجديد لازمته إيه، ويصدر هذا الكلام للأسف من مسؤول. وهنا أتحدث مش عن مسؤول بصفته مسؤولا في ناديه، ده مسؤول أمني كان ويعلم خبايا الأمور، يقول لك هو الأهلي ليه ما بيلعبش الإسماعيلية، يقولوا له الأمن، يقول لهم ماليش دعوة. ماليش دعوة؟ أمال مين اللي له دعوة؟ ده أنت المفروض ترد على كل الناس بصفتك شاهد وملم ومدرك ومسؤول، إن يا جماعة ما تدخلوش الموضوع ده في قضية أهلي وعدالة، وده دي مسألة قتلت بحثا وترد عليها 100 مرة، وكنت أتوقع منه يقول أنا مسؤول وشاهد، يتحول إن ملوش دعوة. وشمعنا في ذات الوقت نجد انقضاض على فكرة المؤجلات مرة واحدة، ومن ناس عاشوا سنين اللي فاتت كلها في ظل مؤجلات كانت تطول كل الأندية، والأهلي طبعا لأنه هو اللي بيكمل كان أكتر نادي بيتأجل له. ونفس النغمة، فين العدالة؟ الأهلي يلعب 7 ماتشات وبعدين شوف بقى الملح على الجرح، الأهلي يكسب 5 أو أنا يا كريم يا حسن يا شحاتة اللي سقفنا لك لحيادك كتير، ألاقي تخريج عبقرية، هو البلدية لعب كم ماتش ولا لعب كم ماتش في الدوري وفين العدالة؟ واستضيف مسؤول في البلدية كأني أريد أن يقول ما يخدش المسابقة ويخدش العلاقة مع الأهلي ويخدش هذه المباراة تحديدا ويجد لها مبررا. وكأن الحياد اللي اشادنا بيه عبر السنين الماضيه كان هو حياد نتيجه ظرف خلاف مع اشخاص، مش حياد مبدئي، مش ده مبدئي وتمسك بيه. وتجد هذا الامر متكرر من صفحات كلها ليها نفس الانتماء ونفس التوجهات، وكاننا مقبلون يا استاذ ابراهيم على حمله وبعدين يكلموك على الروح الرياضيه والشعلاله. ايه اللي بيشعلل هذه القضايا الجدليه الواضحه اللي نبتدي نفجرها وكان هناك محاباه للاهلي؟ انا فكرت كتير، احنا في موقف، يعني هل مطلوب مننا ان نفرط في حق الاهلي عشان يبقى يعني تمام التمام وكويسين؟ احنا قلنا ما حدش يجيب سيره التاني، خلونا نعدي بقى في المرحله دي وكل واحد ينشغل بناديه ويطلب لناديه اللي هو عايزه. يعني انا افهم اقول ايه؟ والله انا مش عارف ايه، مش عاجبني ان انا اروح في الاجواء دي. قول اللي انت عايزه، قول واطلب اللي انت عايزه. الزج بالاهلي وعدم العداله هذا حق يراد به باطل لتكريس الفجوه الخلافيه بين الاهلي والاسماعيلي، ولتكريس الشعور بعدم العداله، وهذا غير حقيقي، لان هم بيطعنوا في البطولات اللي خدوها.
اذا كانت البطولات اللي فاتت لا تشهد عداله، الله، ما انت الثلاث سنين اللي فاتت دول كسبان اثنين الدوري واثنين كاس، والاهلي كسبان دوري وكاس واثنين سوبر. يعني بتاخد بطولات اهو في ظل الاجواء اللي انت معترض عليها. يبقى مين الذي ادير بالورقه والقلم يا استاذ ابراهيم؟ ارجو ان احنا نرد على هذا الكلام، واحنا لا نثير هذه القضايا الا لوقت هذا التوجه مبكرا، ويردوا علينا بالموضوعيه اللي هنتحدث بيها، ارقام ضد ارقام وحقائق ضد حقائق، لان مش عايزين نلجا لاسلوب المزايدات بتاع الاول. طيب، دي كانت استهلالية جامعة لمضمون حلقة النهاردة اللي فيها ثلاث عناوين مهمة. خد بالك يانج مش صغير، ومع البلدية المكاسب هدية، لكن غلطان انت يا أهلي، كان لازم تنسحب، كان لازم تنسحب، لأنه مع كل هذه التناقضات الغريبة العجيبة. لكن هنيجي طبعا بالتفاصيل. خلينا أول نبارك لرجال وبنات كرة الطائرة، تتويج مستحق رائع جدا للبنات بكأس السوبر، وفي الليلة التالية على طول للولاد بكأس السوبر، والمباراتين على حساب الزمالك، والمباراتين نهائي مثير جدا، والمباراتين أعتقد أسعد الناس بيهم اتحاد الكرة الطائرة، إنه قدر فعلا انه يوصل لهذه الدرجه من النديه والتكافؤ والاثاره ونقل المباريات عبر الشاشات. اعتقد اكسب اللعبه اهتماما شعبيا وجماهيريا كبيرا، ويدى الدور يا باشمهندس على اهميه التركيز على هذه الالعاب. شوف يا استاذ ابراهيم، ما شفتش جمهور الاهلي مهتم بالكره الطايره وهي تحقق الارقام القياسيه على مستوى العالم كما يعني تابعت الموسمين اللي فاتوا دول. وكأنه يريد أن يقول ولو مهما حاولته عرقلة الأهلي بيعرف يتدارك ويكمل ويقف على حيله بسرعة ويتصدر. الرائع في فوز النادي الأهلي أنه نص فرقته في ألمع نجوم وقد تركوه يستطيع أن يعوض، وتشوف وجوه جديدة. يعني بعض الناس ما يعرفوش التشكيلات اللي في معظم الأشواط اللي لعبت، وجوه جديدة رائعة مبشرة قوية. وكمان استطاع النادي الأهلي أخيرا أن يجد ضلته في المحترفين، سواء في الرجال أو في السيدات، محترفة رائعة جدا. كل ده أنا بكلمك، وأهم لعيبة كانت في السنين اللي فاتت دول القوة الضاربة النادي الأهلي آية الشامي، ما زالت مصابة في فترة نقاه. أيوة. فيقول لك كمان بإذن الله لما ترجع الموضوع، شوف وجوه جديدة وصغيرة في السن هتثري بإذن الله اللعبة. أيوة. فوز مستحق رائع جميل، أسعدنا جميعا هذه الحماسة التي رأيناها نتيجة أخذ بالأسباب. الأجهزة بتاعة السنة اللي فاتت، سواء الكابتن الصافي أو محمد مصلحي، ناس عملت إعجاز وحققت من الأرقام القياسية. لو في تصنيف للمدربين يتحطوا في الصفوف الأولى على مستوى العالم، لكن دائما هناك بتيجي لحظة لابد من التغيير، مش للكفاءة بس، لا، لأن التغيير الدم لما بيجي بدوافع وبيجي باسلوب جديد وتجربه جديده في مناخ جديد، وده اللي حصل. البنات استعانوا بابراهيم فخر الدين، الراجل يعني حدث ولا حرج، صارم جدا، جد جدا، معني بالتفاصيل قوي، التفاصيل الفنيه والسكاوتنج يعني راجل جد في شغله وجريء، بيقدر يقدم لك وجوه جديده ويدفع بيها في التوقيتات الحرجه. وشفنا نتيجه هذه السياسه وصلتنا نفوز. الرجال بقى، انت رحت جايب راجل اجنبي برضو تغيير دوافع، وجبته في لحظه وانت بتغير جلدك. انت لما تشوف التشكيل
يغيب عنك دولة ويغيب عنك أحمد السعيد ويعود إليك من فترة النقاء وأحمد قض. التلاتة كانوا أقوى تلاتة في مصر. فتبص تلاقي نفسك بتجيب الناس بتسمع عصران وبتسمع عزب، كانوا موجودين من السنة اللي فاتت، بس النضج اللي أظهروه والمستوى اللي أظهروه كان رائع جدا جدا جدا. وسيف عابد برضه وافد جديد من نادي الزمالك، لا محمد عثمان سنتر بلوك حاجة أطول لعيب في مصر تقريبا، عودة عبه وتقديمه لهذا المستوى الرائع، محسن في مركز ثلاثة، الثلاثة دول مع سعودي، لا الفرقة فيها بدلاء وفيها ناس، واستطاعوا بهؤلاء الوجوه الجديدة والخبرات بتاعت أحمد صلاح قدم واحدة من أعظم مواسمه هذه البطولة. عبد الله عبد السلام، حسام يوسف، أنا بشوف حسام يوسف ده حاجة، البلاي ميكر ده حاجة قماشة هايلة مختلفة تماما. لا كانت مباريات تقول إن الأهلي أخذ بالأسباب وحقق المراد نتيجة أخذه بالأسباب. شفنا وجوه كمان تحت السن سواء في الولاد وفي البنات، يعني أعتقد إن التفاصيل دي كلها حبيبنا وصديقنا هيثم سعيد يعني هيقدم هؤلاء صحيح. النجوم، لكن هي تجربة رائعة تكتمل بقى بكرة اليد بإذن الله اللي حققت برضو بطولة بدري، وكرة السلة اللي حققت بطولة أو اتنين وبتكمل، عشان نقول النادي الأهلي يعني بياخد بالأسباب مش ساب حاجة للصدفة. استحق رجال الكرة الطائرة والبنات أيضا تهنئة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي اللي أعرب عن تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال وجهازه الفني خلال المباراة النهائية لكأس السوبر مساء الثلاثاء، واللي انتهت بفوز الأهلي وحصوله على البطولة للموسم الثاني على التوالي. أشاد الكابتن الخطيب بالأداء المتميز والروح العالية للاعبين فضلا عن الانضباط الفني والسلوكي وتقديم مستويات تليق بالأهلي وجماهيره الكبيرة. وأشار الكابتن الخطيب إلى أن الفوز بكأس السوبر يأتي خطوة في مشوار حافل بالتحديات يحتاج للاستعداد الجيد واستمرار الأداء القوي، خاصة أن الفريق سوف يخوض منافسات بطولة أفريقيا بعد عدة أسابيع. جدد رئيس النادي تأكيده على الدعم الكامل للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي ولكل الفرق الرياضية في النادي من أجل استمرار مسيرة البطولات على كافة المستويات المحلية والقارية. عايز أضيف بس كمان عشان أدي النشاط الرياضي حقه، أيوه، إن عناصر الدعم كان في انتقاء، أنا كنت بتفرج على الدوري السنة اللي فاتت لفت نظري لاعب في بيترو جيت، قلت اللاعب ده بشخصية الأهلي يا رب يجي النادي الأهلي. بقولها وانا نفسي ارفع سماعه تليفون واكلم الناس، مفيش اسبوع لقيته اتنقل للاهلي. احمد عزب ما شاء الله لاعب بشخصيه النادي الاهلي. عايز اقول ان 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 العين المصحصحه دي صحيح. يجب ان تستمر، والدعم مش وانت متواقف، الدعم يعني التطوير، كل حاجه تعلي الفرقه اشتغل عليها. حتى الراجل الامريكاني اللي كان هنا قبل كده ما قدمش هذا المستوى قبل كده. طيب كابتن خطيب كمان هنأ فريق البنات واشار الى ان هذا الفوز يحمل كل عناصر المسؤوليه الكبيره فيما هو قادم والاستمرار في مضاعفه الجهد لحظ البطولات المحليه والقاريه. واكد الكابتن محمود الخطيب في برقيه تهنئته لبطلات الكره الطائره على ثقته الكبيره في منظومه الفريق والاستعداد الجيد للبطوله الافريقيه القادمه، كما هنا أيضا جماهير الأهلي التي تمثل القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات وتقف دائما خلف ناديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات. الحقيقة يعني أسعدونا جدا جدا الكرة الطائرة رجال وبنات، وعايز أقول لكم أنه الصديق العزيز طارق الأدور وهو مسؤول اللجنة الإعلامية في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة أكم من مرة يلفت انتباهنا إلى أنه أحمد صلاح كابتن ونجم النادي الأهلي مع زميلي أيضا عبد الله عبد السلام، ممكن الاثنين يكونوا عندهم أرقام قياسية عالمية كأساطير الصلاة بلا أي منازعة،
يعني ما في لاعب في ألعاب الصالات على مستوى العالم ينازع أحمد صلاح وأيضا عبد الله عبد السلام وفي كل الألعاب في ألعاب الصالات، إذا كان سلة طايرة يد، ما في حد حقق من البطولات محليا وقريا وعالميا وتواجد بهذا الكم من المباريات والبطولات أعلى من أحمد صلاح اللي تقدروا تعتبروه نسر الصالات الأول في العالم. يقترب منه يمكن عبد الله عبد السلام، وهو أيضا نجم كبير جدا في هذا الحصاد البطولي، الاثنين بيمثلوا ال تعرف يا استاذ ابراهيم الجناحين المهمين جدا لطايره الاهلي. احمد صلاح ضارب، ايوه، وشروطه على مستوى العالم كان بيحصل عليها ان هو من الظواهر في الضرب على مستوى العالم. ايوه، الضارب ده بالذات محتاج يكون اعلى لياقه في الفريق، لان كله قفزات وتلويح بالوسط وبالظهر والدراع والكتف، فبيبذل مجهود في كل بنت. يعني ممكن صانع الالعاب يقدر يكبر في السن ويفضل يؤدي الدور شويه، لكن الضارب ده ان ما كانش يرتقي ويرتفع وسرعات الدوران دراعه تبقى زي ما هي هيفقد كثيرا. فالراجل النهارده 38 او 39 سنه لا ظاهره طبعا وصوره طبعا طبعا. صحيح. طيب النهارده كمان في كرة القدم في الناشئين، الأهلي فاز على الزمالك مواليد 2007 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في مدينة نصر بالتعادل 2-2. الأهلي بهذا الفوز رفع رصيده ل 60 نقطة. أنتوا عارفين إنه في ركلات الترجيح يعني نظام البطولة، أولاً البطولة معمولة على نفس النسق اللي عايزين يعملوا بيه الدوري الممتاز الجديد الاستثنائي، يعني كل الفرق لعبت مع بعضيها راوند كامل، وبعد كده خدوا العشرة الأوائل بيلعبوا مع بعض لتحديد البطل ومراكز المقدمة، وخدوا الباقيين بيتنافسوا أيضا في دورة أخرى على بقية المراكز. تشبه الدوري المقترح السنة الجاية، هو نفس النظام المقترح للسنة الجاية، اتجرب السنة دي في بطولات الناشئين وفي دور المحترفين أيضا. فوفقا لهذا النظام عاملين هم حاجة أنه في قطاعات الناشئين كلها كل مباريات الناشئين لازم تنتهي بفوز، فإذا كان اي مباراه تنتهي بالتعادل كل فريق هياخد نقطه، يلعبوا ضربات ترجيح الفايز ياخد نقطه كمان، يبقى خد نقطتين من الفوز بركلات الترجيح. لو كان كسب المباراه في وقتها القانوني كان هيبقى واخد 3 نقاط. بالنهارده الاهلي خد نقطتين، كان عنده 58، عزز صدارته لبطوله الجمهوريه، بقى عنده 60 نقطه من الفوز في 17 مباراه والتعادل في 3 والفوز بركلات الترجيح والتعادل في 3 مباريات وخساره ركلات الترجيح وخساره مباراه واحده، وسجل 45 هدف مقابل 9 اهداف في مرماه. مسابقه قويه بالنتائج دي، مسابقه قويه. طبعا الجهاز الفني للاهلي بيضم اسامه زكي المدير الفني وايهاب عبد العاطي مدرب مساعد واسامه ابو هاشم مدرب حراس المرمى وعماد عبد الهادي الاداري وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق وعدنان سمير مخطط الاحمال والاعداد البدني وعبد الرحمن مكي اخصائي التدليك. في كره السله رجال النادي الاهلي حققوا فوز مهم على الجزيرة 96-78 النهاردة. الفوز ده خلى الأهلي بيتصدر الدور الترتيبي لدوري السوبر في منافسات كرة السلة، وكان الأهلي فاز في المباراة السابقة على سموحة 74-58 في نفس البطولة. ولاحظوا أنه ما شاء الله بطولات الأهلي أو فرق الأهلي الرياضية سواء على مستوى الطائرة أو السلة أو اليد في كل ألعاب الصالات يا باشمهندس تفوق ملحوظ للأهلي، محافظ على هذا الترتيب المتكرر في الألعاب الصالات. عملية صعبة جدا 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 انك تتفوق وتحافظ على تفوقك. ايوه، لان مش بس دي عايزة، وانت بتاخد بالاسباب، عايزة انفاق وعايزة ميزانيات وعايزة حوافز. انما يعني الاهلي اكتر رقم هيبقى سعيد بيه وهو بيطلعه الحوافز. أيوة، اللي مرتبطة بالانتصارات. فيا رب يعني يستمر هذا الأمر، والأهلي بيصاب دايما يسابق الزمن والأفكار والمجهود التسويقي والتجاري عشان يقدر يقوم بكل الالتزامات دي. طيب النهاردة كمان بيزل الستارة على أزمة وقضية مهمة للاعبنا محمود عبد المنعم كهربا مع نادي الزمالك. الأهلي لم يتحدث في الأمر لأن الأهلي ليس طرفا، لم يكن الأهلي طرفا معنيا في القضية اللي اترفعت
أمام المحكمة الدولية ومن قبل أمام الفيفا الخاصة بعلاقة كهربا السابقة مع الزمالك والعقد اللي كان بينهم والانتقال لنادي برتغالي قبل القدوم للنادي الأهلي. الزمالك وقتها أثناء رئاسة مرتضى منصور للنادي بذل محاولات كثيرة لدى الفيفا وأيضا لدى المحكمة الرياضية الدولية لمحاولة الزج بالأهلي وإدخاله طرفا في القضية. في الحالتين غرفة المنازعات في الفيفا وأيضا المحكمة الرياضية الدولية الاثنين لم يثبت لهما بأي شكل من الأشكال أن للأهلي علاقة بالموضوع، وبالتالي لم يكن الأهلي طرفا في هذا النزاع. النهاردة أنهيت تماما هذه القضية على خلفية دفع محمود عبد المنعم كهربا قيمة الغرامة المستحقة لنادي الزمالك. طلع نادي الزمالك بيان رسمي قال أنه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيعلن عن استلامه لقيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق ولاعب الأهلي الحالي في حسابه الرسمي، والتي تبلغ قيمتها 2,476,389 دولارا. ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على إنهاء الملف بالكامل وإسدال الستار حول القضية بعد استلام مبلغ الغرامة بالكامل في حساب النادي الرسمي اليوم الخميس. أكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيتم التواصل مع الاتحاد الدولي فيفا والمحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات القليلة المقبلة لإختارهما بسداد اللاعب للغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك. من الأخبار المهمة جدا يا أستاذ إبراهيم، طب أنا هرجع للقصة تاني، لكنه النادي الأهلي النهاردة كان بيستقبل ضيفا مهما، استقبل رئيس نادي يانج أفريكانز هيرس سعيد، ده رئيس رابطة الأندية المحترفة، وأيضا أعتقد تفاصيل كثيرة جدا في هذا الاستقبال وهذا النشاط. معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي والذي استقبل المسؤول التنزاني الكبير. دكتور سعد مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، مساء الخير مهندس عدلي، ومساء الخير على جمهورنا الكبير اللي بيتابع قناه النادي الاهلي. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانتم طيبين وكل مصر بخير، ويعود دايما الايام على مصر بخير ودايما رؤيتها مرفوعه بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك ان شاء الله علينا، يعودوا بخير دايما على مصر وعلى كل المصريين وعلى جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. يا دكتور سعد، انت كده شكلك بتجهز نفسك تشتغل في السلك الدبلوماسي كل يوم والتاني، ربنا يكرمك وتستقبل حد يا على مستوى دبلوماسي رفيع يا على مستوى رياضي رفيع، رؤساء أندية، رؤساء اتحادات، مسؤولون كبار، ربنا يقويك. لكن ضروري الزيارة بتاعت النهاردة دي فيها بعض الخصوصية هتقول لنا عليها. يعني خليني اخد من كلامك كابتن عدلي، دايما اتعلمت منك كتير، لما يجي حد يقول لك مهندس الصفقات تقول له لا انا مش مهندس الصفقات النادي الاهلي، هو مهندس الصفقات اللي بيهندس الصفقات هو النادي الاهلي. وفي الحقيقه قيمه ومكانه النادي الاهلي هي اللي بتدي لك الفرص انك انت تبقى موجود داخل مؤسسه وطنيه عريقه، في الحقيقه مش بحكم انتمائنا للنادي الاهلي ان احنا نبقى فخورين بيه، يجب أن يفتخر بها كل مصري وكل عربي. في الحقيقة أن في مؤسسة بحجم النادي الأهلي وبقيمة النادي الأهلي وبمكانة النادي الأهلي في الحقيقة بتدعونا كلنا بالفخر. يمكن أنا النهاردة شرفت بتكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لأنه كان حريص أن هو يكون هو اللي يكون في استقبال رئيس نادي يانج أفريكانز من تنزانيا، لكن الظروف الصحية في الحقيقة أحالت أنه هو يكون موجود النهاردة في استقبال هذا الضيف الكبير اللي في الحقيقة قال مجموعة من الكلمات والعبارات الصادقة، لكنها في نفس الوقت خلتنا كلنا واقفين فخورين بالنادي الأهلي وفخورين بانتمائنا للنادي الأهلي وفخورين بانتمائنا لجمهورية مصر العربية. يمكن زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، يمكن كان عندنا خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة من الزيارات اللي هي سواء كانت على في الجانب الدبلوماسي من دولة قطر الشقيقة، من جمهورية الأرجنتين، من دول مختلفة، والنهاردة كان عندنا رئيس يانج أفريكانز. وفي الحقيقة هي دي الزيارة الثانية الرئيس يانج أفريكانز، وهو حريص على أن يؤكد على أنه عندما يتواجد داخل القاهرة
قاهرة المعز، القاهرة الكبرى، القاهرة العظيمة، يبقى حريص على زيارة القلعة الكبيرة في القارة الأفريقية لصناعة الرياضة وعلى رأسها كرة القدم هي النادي الأهلي، وكان موجود في سنة 2014 في الحقيقة في زيارة أيضا للنادي الأهلي، لكنه كان أيضا بيبقى حريص بمناسبة وجود مباراة غدا مع فريق النادي الأهلي أنه يتواجد داخل جدران النادي الأهلي، ودعا كل الفريق الإدارة اللي موجود في يانج أفريكان أن هو يكون معاه، منهم البعض يزور النادي الأهلي لأول مرة، وكانوا يؤكدون على أنهم حريصين على هذه الزيارة. ليه حريصين على هذه الزيارة؟ زي ما ذكر في الحقيقة مشكورا رئيس النادي أن النادي الأهلي هو كبير أفريقي، هو أكبر نادي في القارة الأفريقية وبيقدم تجربة فريدة يجب أن يتعلم منها الجميع. في الحقيقة عندما سمعت هذه الكلمات أصابني الفخر الكبير في أن أنا أكون موجود داخل جدران هذه المؤسسة العريقة. أيضا كان يؤكد على أن من يقود هذه المؤسسة العريقة الكابتن محمود الخطيب هو رمز من رموز كرة القدم الأفريقية، لأنه أحد اللاعبين الذين فازوا بالكرة الذهبية سنة 1982، ويقود هذه المؤسسة بنجاح فريد ونجاح يستحق الإعجاب من كل شخص داخل القارة الأفريقية. وأن هم لما حضروا النهاردة، أنا في الحقيقة بكرر الكلمات وأنا بكررها دلوقتي برضو، بشعر بنفس الفخر ساعة ما سمعتها منه. صحيح هو يتحدث عن حقيقة، لكن هذه الحقيقة عندما تسمعها من الآخرين وتسمعها بصدق وتسمعها أيضا من رئيس نادي ورئيس رابطة الأندية الأفريقية ورئيس نادي بحجم يانج أفريكان، في الحقيقة هو أيضا له تاريخ وله 9 مشاركات داخل البطولة الأفريقية، نتائجه في الفترة الأخيرة تعكس مكانة وقيمة هذا النادي. عندما يقول نحن جئنا للنادي الأهلي لنتعلم من النادي الأهلي، لنكتسب خبرات كبيرة من النادي الأهلي في كل المجالات، كمان إعجابه الشديد بأن النادي الأهلي هو ليس رائد القارة الأفريقية في كرة القدم، ولكنه رائد الكرة الأفريقية في أكثر من 19 لعبة. ال 19 لعبة بيحققوا هم الأبطال على المستوى الوطني، هم الأبطال على مستوى القارة الأفريقية، بل هو أيضا يعني معجب جدا بأن النادي الأهلي، كما أن فريق كرة القدم للنادي الأهلي حقق 4 ميداليات برونزية لكأس العالم للأندية، وهي البطولة الأكبر على الإطلاق في العالم للأندية. أيضا هذا النادي حقق أيضا في كرة اليد مراكز عالمية متقدمة، حقق في كرة السلة مراكز يعني رياضية متقدمة، في كرة اليد، في كرة الطايرة، ويمكن احنا حتى كان هو متابع ان احنا كان عندنا بالامس القريب بطولة كأس السوبر رجال وكأس السوبر سيدات في يومين متتاليين، وكان هناك الحمد لله توفيق من ربنا بان احنا نحصل على البطولتين في يومين متتاليتين. فده بيخليك طبعا في الحقيقة بيخلينا زي ما كابتن محمود وقبل كده رؤساء النادي الاهلي العظماء كلهم، فريق كابتن فريق مرتجي، كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، علمونا ان ده بيحملنا مسؤوليه اكبر تجاه الاداء، مسؤوليه اكبر تجاه ان احنا نقدم المزيد والمزيد من العطاء. ويمكن احنا النهارده بتوجيه من الكابتن محمود كنا برضو بنعرض له التجارب الفريده اللي عندنا، يمكن هو كان جاء 2014 واحنا كان عندنا مقر الجزيره ومدينه نصر، لما جانا في 2022 بقى عندنا مقرين جداد، الشيخ زايد والقاهره الجديده، فهو يعني بيشوف ده بانبهار شديد ايه حجم الاداء وحجم الاداء المتسارع، سواء كان على مستوى النتائج الرياضيه المبهره داخل القاره الافريقيه. النهارده بنوصل للبطوله رقم 11 في كره القدم، فرق الطايره ما زالت هي يعني هي التي تحقق ارقام قياسيه داخل القاره الافريقيه على مستوى القاره الافريقيه، ايضا اليد ماشي في هذا الاتجاه، وانت تتطور في البنيه التحتيه بهذا التطور المذهل والضخم. نادي جديد في الشيخ زايد، وكان في 2014 كان لسه الشيخ زايد مش موجود، النهارده عندك الشيخ زايد على مساحه 127 فدان، ويمكن ده على فكره اللي عرض الكابتن محمود للبرد اللي منعه ان هو يعني يقابل رئيس النادي النهارده، لان الكابتن محمود بالامس كان من الصباح الباكر من الساعه 8 كان معاه المستشار الهندسي ومجموعه فريق العمل موجودين في قلب الشيخ زايد يتابعوا التطورات اللي بتحصل على ارض الواقع في الشيخ زايد من مشروعات جديده سوف يتم افتتاحها في القريب العاجل.
ففي الحقيقه احنا كنا كلنا يعني مرحبين بهذه الزياره ورحبنا. هو دون قطع كلامك، انا كنت محتاج اتواصل معاه فقالوا لي هو في الشيخ زايد، على ما توصلت معاه قالوا لا يعني هو كان هنا بس اضطر يمشي، يعني زي ما انت بتقول كده يبدو انه كان لفحه البرد تمكنت منه، فما يعني انت فسرت لي ليه دلوقتي هو يعني مشي على طول، فربنا يعني طبعا يحمينا جميعا من الامراض ومن الوعكات، لان ما يبذله كابتن محمود الخطيب من جهه يعني مؤكد هيعرضه لمشاكل من هذا النوع يعني. لا هو حريص دايما كابتن محمود. كابتن عدلي زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، يمكن هو يعني كان في بدايه هذه الدوره كان حريص على ان يؤكد على مصطلح مهم، ان هذه دوره الشيخ زايد، ودايما كعهدنا بقيادات النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي عندما يعد يفي وعندما يلتزم يمارس عمله بكل دقه وبكل حرص على ان تتحقق الاهداف اللي بيسعى اليها واللي وعد بيها اعضاء الجمعيه العموميه، وده دايما طبعا بيبقى له ثمن في حمل كبير على الجانب الصحي، وهو دايما بيبقى حريص انه يبذل كل مجهود ويتابع كل كبيره وصغيره في الحقيقه بنفسه في النادي، ده يمكن كان موجود امبارح. كمان خليني ارجع تاني للزياره الكريمه اللي تفضل بيها رئيس النادي يانج افريكانز، هو يعني كمان احنا يعني نقلنا له رساله من كابتن محمود، ان كابتن محمود في الحقيقه بيبقى حريص جدا على ان النادي الاهلي يرحب بالتعاون مع كل انديه القاره الافريقيه، وبيبقى حريص على ان التعاون ده يبقى فيه تبادل للخبرات، احنا كمان عندنا اهتمام بان احنا نتبادل خبراتنا مع كل انديه القاره الافريقيه بشكل كبير جدا. اسمح لي اقطع في الحته دي لان ده دور مهم جدا جدا جدا، الاهلي حريص ان يلعبه داخل افريقيا، لان الرياضه وخصوصا كره القدم تستطيع ان تمد جسور التعاون والثقه والمحبه بيننا كمصريين وبين اشقائنا في كل مكان في افريقيا، فدور مهم جدا جدا جدا، ويتسخ حتى لما تتخيلوا كده في المسؤوليه الاكبر مع دور الدوله الحقيقه، وده يعني يجب ان ننمي هذا الدور وان نفعله لصالح كل الاطراف. زي ما حضرتك كابتن عدلي تفضلت، احنا حريصين على ده وحريصين على ان احنا ننقل كل التجارب الناجحه اللي عندنا في النادي الاهلي، لان احنا عندنا العديد من التجارب الناجحه، ويمكن كل ما بنشرب بزياره احد المسؤولين او احد القيادات اللي موجودين في القاره الافريقيه للنادي الاهلي او حتى من دولنا العربيه الشقيقه اللي بيبقوا دايما حريصين على زياره النادي الاهلي واستلهام تركيبه النادي الاهلي، كابتن محمود كان حريص حتى ان هو ان شاء الله يستمر هذا التعاون وهذه تبادل الزيارات لا تقتصر فقط على زياره رئيس النادي لمقر النادي الاهلي، بل الكابتن محمود كمان حريص على ان هو يذهب ان شاء الله للزيارات ايضا لنادي يانج افريكان في تنزانيا عندما تسمح الظروف بذلك، سوف يكون ايضا هناك زيارات متبادله ما بين الناديين، وده بيأكد يعني حرص النادي الاهلي واحترامه الشديد واحترامه الكبير لكل انديه القاره الافريقيه، وان ند الجسور من التعاون، واحنا النهارده كنا يعني حريصين ان احنا نعكس تجارب النادي الاهلي كانت تجربته الناجحه في الاداء النتائج الرياضيه المتميزه اللي اتحققت على ارض الملعب، ايضا عندنا تجربه للاداء المالي الناجح للاداء للنادي الاهلي، لان ما فيش نجاح على ارض الملعب الا ما يقابله نجاح خارج ارض الملعب في الجزء المالي، الجزء الكوميرشال ايضا كنا حريصين ان احنا نوضحه له وهو كان معجب بيه جدا، مجموعه الشركات الازرع الاستثماريه الجديده للنادي الاهلي هو برضه في الحقيقه كان عنده تقدير كبير لهذه التجربه، وحريصين ان احنا برضه ان هم يستفادوا من هذه التجربه، ايضا الشكل اللي هو كان بيقول ان انا فخور جدا بان انا زرت انديه كبيره في اوروبا، ولكن برضه لما بيزور النادي الاهلي بيشعر بطعم وقيمه مختلفه، وده طبعا بيحملنا مسؤوليه زي ما رموز النادي الاهلي بيعلمونا دايما ان احنا
كل لازم نشتغل اكتر ولازم ندي اكتر ولازم نحافظ اكتر على هذه على هذا الارث اللي احنا اخذناه جيل بعد جيل جيل بيسلمه الجيل ده. دايما اللي بنتعلمه من كابتن محمود ومن كل قيادات النادي الاهلي ومجلس الاداره ده. وبنتهت الزياره ان احنا ان شاء الله هنتقابل بكره في الاستاد وهننافس بعض على ارض الملعب، لكن بعد ما تنتهي المباراه بيرجع تاني بصوره تعاون بيننا وبين يانج افريكانز ان شاء الله. هرجع للمباراه تاني ديت يا دكتور، لكنه كان عندك استقبال كمان لنائب رئيس نادي مودر السعودي السيد عادل علي الساتري في زيارته للنادي، يا ريت تقول لنا اجواءها كانت ازاي واهدافها ايه؟ يعني كان اليوم حافل في الحقيقه بزياره ثانيه من نائب رئيس نادي مودر الاستاذ عادل، وفي الحقيقه هذه الزياره ايضا يعني هي كانت استكمال للزياره الاولى، لان نادي مودر كان موجود في بطوله كاس العالم للانديه لكره اليد اللي استضافتها المملكه العربيه السعوديه الشقيقه في العامين الماضيين. وفي الحقيقه هو كان صادف انه شاف كابتن محمود في تلك البطولتين، ويعني اعجب اعجاب شديد جدا بالكابتن محمود كقيمه وكرمز لكره القدم الافريقيه ورمز لكره القدم المصريه وايضا العربيه. وقال يعني ان انا قررت ان انا اول ما انزل مصر اشوف ان منظومه النادي الاهلي واشرف بزياره النادي الاهلي. وفي الحقيقه احنا النهارده ايضا كنا سعداء باستقباله داخل جدران النادي الاهلي كواحده من اعرق المؤسسات العربيه والافريقيه اللي احنا دايما فخورين بالانتماء ليها. وهو ابدا برضو في الحقيقه اعجاب بمنظومه النادي الاهلي، بنظام الاداره في النادي الاهلي، بقيادات النادي الاهلي، بسمعه النادي الاهلي، بجماهير النادي الاهلي العريضه في الحقيقه اللي هو بيشوفها موجوده في كل مكان. ودي بتعكس حاجتين مهمين هو يمكن كان في الحقيقه حرص على التاكيد عليهم، ان جماهير النادي الاهلي الكبيره اللي موجوده في كل الدول العربيه، اللي موجوده داخل جمهوريه مصر العربيه، اللي موجوده في كل مكان في كل انحاء العالم، دي بتعكس حجم مؤسسه النادي الاهلي وحجم جماهيرها العظيمه اللي موجوده في كل مكان، وبتعكس كمان قيمه ومكانه النادي الاهلي على المستوى القاري والدولي والعربي. وان هو ايضا حريص ان هو يجي دايما عشان يشوف التجربه الفريده دي ويقدر ينقل منها للمملكه، خصوصا في ظل التطورات اللي بتحصل داخل المملكه العربيه السعوديه من طفره كبيره جدا في كل المجالات. لكن هو عارف ان النادي الاهلي عنده تجربه عظيمه يستطيع انه يقدرها، وهو بيقول ان انا يعني رحت كل الانديه الكبيره في العالم، لكن النادي الاهلي له سحر خاص، له مذاق خاص، هو دايما حتى من صغره حريص ان هو يشوفه، وبيقول انا عندي تيشيرت النادي الاهلي دايما لما بروح حتى زيارات داخل المملكه برتديه، وصعب انك تقدر تقارن حد بالنادي الاهلي. يعني هو حتى بيقول ان احنا صعب ان احنا نخش في المقارنات مع النادي الاهلي لاي نادي في منطقتنا العربيه، النادي الاهلي في الحقيقه في منطقه لوحده زي ما بيقولوا. انا بنقل لحضرتك كل الحاجات اللي هو يعني تحدث كلامه هو يعني دي يعني تعبيرات من نائب رئيس نادي مودر. كان سعيد جدا بالزياره، وكان حضر معانا جزء من الزياره الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، لانهم برضو عندهم يعني في الحقيقه طفره في نادي مودر في كره اليد، فهم حريصين دايما على ان يبقى في شكل من اشكال التعاون بين نادي مودر والنادي الاهلي، ويستفادوا دايما من تجربه النادي الاهلي. فكانت دي الزياره الثانيه، واخذ جوله يعني في نادي الجزيره، ووعد ان هو يشوف يعني الفروع الاخرى، لانه برضو لما سمع ان احنا عندنا اربع افرع غير المقر اللي احنا موجودين فيه بالاضافه للمقر اللي احنا موجودين فيه، فكانت دي بالنسبه له برضو يعني حاجه ما يتميز بيها غير النادي الاهلي في كل المنطقه بتاعتنا او في كل انحاء العالم. مفيش حد عنده اربع مقرات بهذا الحجم بهذه الساعه بهذه وفي العاصمه فقط يعني في العاصمه طبعا. فكان ده محل برضو بالنسبه له اعجاب كبير يعني. طيب دكتور، عندنا حاجتين سواء للجمهور او للاعضاء. الجمهور مبدئيا بكره مباراه الاهلي ويانج افريكانز، ماذا عن الجمهور وماذا عن التسهيلات المعطاه للجماهير لتفعيل الحضور الجماهيري؟ لانه حتى يمكن مستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي اشار الى مساله انه النادي الاهلي بجماهيره الكبيره محتاج يكون اكبر عدد من جمهوره معاه. ايه التسهيلات اللي بتمنح للجمهور وازاي نقدر نفعل الحضور في الفتره الجايه؟
يعني خلينا ان في بوادر طيبه، في بوادر ايجابيه كثيره بدات في الفتره في الشهر الاخير ده تبقى موجوده. يعني النهارده في ساعه كامله 30,000 متفرج، في مباراه الدوري بقت في 20,000 متفرج، 10 لكل فريق. احنا المره دي يمكن على الرغم برضو ان جمهورنا ده، يعني جمهورنا ده جمهور عظيم فعلا، وجمهور بيتحمل وبيضحي وبيبذل جهد كبير. انت تتخيل زي ما احنا كمسؤولين عندنا مهام وما بنقدرش ننام الليل، لو انت تخيلت حضرتك الاسبوع ده حاليا اللي احنا فيه، جمهور النادي الاهلي كان عنده مهام، هو ايضا كان عنده مهام مع فريق كرة الطايرة بنات، وكان عنده مهام مع فريق كرة الطايرة رجال، لازم يتواجد ويحفز الفريق، لان جمهور النادي الاهلي دايما هو جمهوره، ده حماه دايما. الشعار ده هو اللي احنا بنبقى يعني معتزين بيه جدا، هو اللي بيقدر يحمي الفرقه اللي موجوده في الملعب دي، تشجيعه وحماسه اللي موجود في الجمهور هو دايما اللي بيزق اللعيبه نحو تحقيق الفوز والانجاز، وده بيبقى الدافع القوي لان اللعيبه بتبقى حريصه على يعني اسعاد هذا الجمهور. تخيل بقى حضرتك هو حضر يوم يوم الاثنين ويوم الثلاث، وكان عنده ماتش كوره مع بلديه المحله يوم الثلاث في نفس التوقيت في توقيت واحد، جمهور ساب المدرج وخرج على الصاله المغطاه، وبيوم الجمعه كمان عنده مباراه مع يانج افريكانز. فاحنا في الحقيقه بننظر ده بتقدير كبير جدا، والمره دي يمكن احنا طرحنا مباريات تذاكر مباراه يانج افريكانز مبكرا شويه عشان الجمهور يبقى عنده الفرصه ان هو يخش على شركه تذكرته ويقدر ياخد تذكرته في شكل يعني بصوره مبكره. كمان احنا النهارده اللي عندنا الميزه اللي موجوده الماتش ده مش هتبقى كلها الدرجه الثالثه، يمكن الدوري قصر على الدرجه الثالثه، المره دي في ماتش يانج افريكانز هتبقى الدرجات كلها متاحه، سواء كانت الدرجه الثالثه شمال او الدرجه الثالثه يمين او المقصوره الاماميه والمقصوره الرئيسيه بالاضافه الى الدرجه الاولى. بنبقى حريصين طبعا ان البوابات تتفتح من بدري عشان تستقبل الجماهير، وخصوصا جماهيرنا الكبيره اللي جايه من مختلف المحافظات تبقى جايه ان شاء الله في وقت مبكر، يقدر البوابات تبقى مفتوحه من وقت مبكر. ايضا منسقين مع الجهات الامنيه في الحقيقه علشان يبقى البوابات كلها مفتوحه ومنافذ البوابات يعني ميسره لدخول الجماهير. ده كله احنا بنبقى حريصين عليه عشان جمهورنا يبقى موجود معانا، ولما جمهورنا بيبقى موجود بيمنحنا قوه اكتر، بيعزز من قدرتنا على ان احنا نأدي بشكل افضل، فده احنا حريصين عليه الفتره اللي جايه. وكمان يمكن لجنه المباريات عندنا في اجتماع مستمر موجوده بتعليمات من كابتن محمود، وايضا بتكليف للمهندس خالد مرتجي يبقى موجود مع هذه اللجنه عشان نقدر نشوف كل التيسيرات الممكنه ان احنا نقدر نوفرها لجمهور النادي الاهلي اللي احنا دايما هو النقطه الفارقه في تميز النادي الاهلي. لما زي ما انا ذكرت من شويه ان الضيف الكريم اللي كان موجود نائب رئيس نادي من المملكه العربيه السعوديه، عندنا رئيس نادي مودر من القاره الافريقيه من نادي مودر ومن وايضا يانج افريكان، كلهم بياكدوا على حاجه واحده ان جمهور النادي الاهلي ليس له مثيل داخل القاره الافريقيه، لا ليس له مثيل داخل المنطقه العربيه، وفي الحقيقه في حاله اعجاب من شكله ومن تنظيمه ومن تواجده ومن حماسه، ومن ايضا ان جمهور النادي الاهلي سمته المتميزه انه يتجه نحو الايجابيه بشكل مستمر، لا ينقد، لا يعني بيحافظ جدا على فريقه، بيحافظ جدا على ادارته، بيحافظ جدا على ناديه، ودي سمه دايما بيتميز بيها جمهور النادي الاهلي طوال تاريخه. فان شاء الله الايام القادمه ان شاء الله احنا بنحاول برضه نستمر ان احنا نحرص على تقديم كل ما هو ييسر من حضور جماهيرنا داخل الاستادات الرياضيه ان شاء الله. اخيرا بالنسبه للاعضاء ورسوم العضويه، ما زالت قائمه ولا الوضع فيها ايه؟ إن أنا شرفت إن أنا دخلت معاكم في مداخلة الأسبوع الماضي وقلنا إن في قرار من مجلس الإدارة في الحقيقة تقديرا لحرص عدد كبير من المواطنين المصريين إن هم يبقوا جوه عائلة النادي الأهلي، فإحنا أجلنا الزيادة دي حتى 30/6 أيضا للظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم وبالتأكيد لها انعكاسات
على الداخل المصري، احنا برضو ده يعني حرصنا عليه، ويمكن احنا كنا من يعني معاكم برضو في نفس المداخله اللي احنا موجودين فيها بنقول كان في زياره امس للكابتن محمود مبكرا في الشيخ زايد عشان يتابع سلسله المشروعات الضخمه اللي بتتم في الشيخ زايد، زي ملاعب كره القدم بتاعت الاكاديميات، زي التطوير اللي حصل في ملاعب كره القدم الخماسي للاعضاء، زي اضافه ملعبين كره الملعبين البادل، زي الصيانه الكبيره اللي حصلت في التنس، زي مجمع الصالات المغطاه. انا بتكلم في الشيخ زايد بس، في مجمع الصالات المغطاه الثلاث صالات اللي موجودين في الشيخ زايد، حمام السباحه، واللي بدات الشركه المنفذه العمليات الحفر، واسندنا كمان عمليات الكهروميكانيك ايضا لشركه متخصصه، المسجد موجود، يمكن كان عندنا امبارح ايضا حتى كابتن محمود ده بيتابع ده بنفسه، ان احنا كان عندنا زياره من كريمه من وزاره العدل عشان، وده خبر برضو يعني نتمنى ان ربنا يوفقنا فيه، عشان افتتاح مقر للشهر العقاري ايضا في الشيخ زايد. كل دي سلسله من الخدمات المتكامله اللي بيتاخدها في كل فروع النادي الاهلي. ما اعتقدش ان في فرع بحجم هذا العطاء. احنا كمان عمليه الربط المتكامل ما بين المناطق المختلفه في الشيخ زايد، لانك النهارده بتصل الى اكثر من 55 فدان تم التشغيل عليهم، كل ده النهارده احنا كمان بنقوم بنشاطات كثيره، فبالتالي احنا حريصين ان شاء الله ان الاسعار الحاليه احنا بندرسها، لكن في عندنا بلان واضحه لان احنا بقى يبقى عندنا حاجات في الفتره اللي جايه هنعلن عنها ان شاء الله، لكن احنا مستمرين في السعر الحالي زي ما اعلنا عند حضراتكم المره اللي فاتت، سواء كان في الشيخ زايد او في ايضا القاهره الجديده، اللي طبعا ما زلنا احنا لسه يعني هو ده المولود الجديد بتاع النادي الاهلي، فدايما بيبقى محل تقدير كبير من كل الناس اللي بتشوف الخدمات والتسهيلات اللي موجوده فيه. بندعو طبعا الناس اللي هي عندها رغبه في الانضمام لعائله الاهلي والتمتع بهذه الخدمات ان هي تسارع في الاستمتاع بهذه الفرصه، سواء كان من حيث السعر، سواء كان من حيث ايضا التسهيلات اللي موجوده في طريق السداد او في عدد سنوات السداد ده. احنا عندنا اكثر من نظام حريصين عليه عشان نقدر نلبي احتياجات كل الافراد اللي موجوده عندها رغبه ان هي تبقى موجوده معانا ان شاء الله، وتستمتع بهذه الخدمات المتميزه، بالاضافه طبعا ان احنا عندنا تطوير مستمر في المقرات اللي هي المقر الرئيسي او في مدينه نصر، طبعا في مجموعه من المشروعات نتمنى طبعا ان هي تنتهي بالصوره السريعه اللي احنا معودين اعضائنا عليها ان شاء الله في الفتره القادمه ان شاء الله. دكتور احنا يعني سعدنا جدا بهذه المداخله وهذه الافاضه الكبيره، سواء على مستوى الاستقبالات المهمه او على صعيد ما يقدم للاعضاء وايضا لجمهور النادي الاهلي. شكرا على هذه المداخله. شكرا جزيلا. لم تترك صغير ولا كبيرة. الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. اعتقد الاستقبالات مهمه سواء بمناسبة نائب رئيس نادي مضر الخصوصية بتاعت رابطة المشجعين في الرياض أنا لمستها بنفسي وبرياسة إيهاب عمر صديقك يعني عاملين مجهود. الناس دي مش بس في الرياض عاملة مجهود، دي مش بتسيب بطولة في الخليج هم إلا ويكون الرابطة دي لازم ومنسقة مع الروابط الاخرى، ازاي يتفقوا يبقوا ورا اي فريق يلعب في المنطقه ككل. فهو الراجل لامس ده بيشوف ده على ارض الواقع. طبعا ربنا معاهم يقويهم ويبقوا في ظهر النادي الاهلي كما عودونا يعني. طيب هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف ازاي يانج مش صغير. متخافش على الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. خد بالك يانج مش صغير. يانج أفريكانز الترجمة بتاعتها الأفارقة الصغار. يانج مش فريق صغير، يانج كبير قوي.
وانا الحقيقه يعني انبسطت انه مستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي يا باشمهندس وضح احترامه للمنافس قوي وتحذيره منه، وقال لك فريق بيلعب معايا بينافسنا على صداره المجموعه ومباراتنا معاهم هناك كانت مش سهله خالص، والجوله اللي فاتت لسه كسبان شباب بلوزداد 4. اه مش ممكن طبعا. اه لا وخلي بالك احنا النادي نفسه نادي له اهميته. يعني رئيس النادي ده اهميه الزياره دي انه رئيس الرابطه اللي اتعملت اخر لانديه افريقيا ايوه فلسه اخر مولود للاتحاد الافريقي يرأسها هو تحت اشراف الاتحاد الدولي. اها فهو يعني ده حد عنده مشروع، يعني هم شايفين ان الراجل ده يمثل حجم محترم جدا في الكره الافريقيه. فاحنا بنتكلم على نادي لا مش يانج يعني ده كبير قوي. طب نسمع مارسيل كولر في المؤتمر النهارده ورؤيته لهذا المنافس ولظروف الاهلي ان شاء الله قبل المباراة اللي هتكون الساعة 6 مساء الجمعة بإذن الله تعالى في ختام لقاءات المجموعة الرابعة بالجولة الأخيرة لدوري الأبطال. نشوف. أهم حاجة عندنا إن إحنا مستعدين لماتش بكرة، مركزين جدا، إن إحنا عارفين إن إحنا قدامنا ماتش صعب، فلازم نكون في قمة تركيزنا عشان نحصل على 3 نقاط بكرة إن شاء الله، وإحنا عارفين كويس إن هم برضو جايين مش جايين نزهة، هم جايين برضو عايزين ياخدوا نقاط المباراة، لكن احنا كلنا تركيز ان احنا ان شاء الله ناخد 3 نقط بكره. هيبقى عندنا ان شاء الله حلقه 4 يلعبوا بكره ورا، يعني مش هيبقى في مشكله ان انا الاقي 4، اكيد حلقه 4 في القائمه يلعبوا ورا. في شويه اصابات وبالذات في كذا اصابه هتطول شويه، منعم الماتش اللي فات حس بحاجه بس كده فانا خرجته للامان مش اكتر، لكن هنشوفه في التمرين النهارده ان شاء الله يقدر يشارك بكره ولا لا، لكن زي ما قلت لحضرتك احنا اكيد هلاقي حد في 4 في القائمه يلعبوا ورا، مش هيبقى في مشكله يعني. طبعا رساله جمهور النادي الاهلي هي الحضور والحضور بكثافه، انا اتكلمت في الموضوع ده في المؤتمر الصحفي بعد الماتش الدوري الاخير ونشدت الجمهور انه يحضر اكتر من كده، انا ببقى ماشي في الشارع كل حد من جمهور النادي الاهلي يقعد يقول لي افريقيا افريقيا افريقيا، عشان نكسب افريقيا مواضيع ما بتتمش لوحدها، بتتم لازم بالدعم والمسانده بالتعب وبالعرق، احنا ما نكسبش افريقيا من غير مجهود، ومش لازم ان احنا نصدر احساس بالتعالي ان الامور سهله وان الماتشات سهله، مفيش ماتش سهل، كل الماتشات بقت صعبه، اللعيبه دي بتتعب كتير جدا جدا عشان تفرح الجمهور، سفر كتير عرق وتعب وتمرين وقله استشفاء مع ضغط الماتشات الكبير، فاقل حاجه محتاجينها ان احنا ناخد دعم من الجمهور، احنا بنقوى بالجمهور، اللعيبه كتير جدا بتحس انها بتاخد قوه من الجمهور، بتبقى اقوى بالجمهور، اللعيب اللي ممكن يكون في الماتش حاسس ان هو تعبان او مش قادر بيسمع هتافات الجمهور بيدوس على نفسه بيجي على نفسه عشان الجمهور، فحضور الجمهور عشان الكوره مهم وعشان احنا بالذات مهم، احنا فريق كبير جدا وعنده جمهور عريض، فاعتقد ان اكيد لازم يكون عندنا حضور قوي يساعدنا، ودي نقطه قوه في النادي الاهلي ليه نخسرها، احنا محتاجينها، محتاجين الجمهور يبقى دايما حاضر في كل الماتشات بنفس القوه لتوجيه رساله للكل سواء لعيبه سواء حتى بره وجوه ان احنا كل ماتشاتنا مهمه، كل ماتشات محتاجه دعم مش ماتش وماتش. اللعيبه عارفه اي لعيب مش هيبقى مركز او مش شايف عنده تركيز بكره مش هيكون موجود، انا مش محتاج غير اللعيب الجاهز، اللعيب المركز، اللعيب اللي عارف ان هو بيلعب في نادي كبير لازم يكسب كل ماتش، لكن انا دماغي تبقى موجوده في ماتش كمان لسه 10 ايام ولا اسبوعين، لسه 8 مارس ده بعيد جدا، فاحنا دايما فلسفتي الماتش الجاي هو اهم ماتش، فاي لعيب هحس ان هو مش مركز معايا بكره في ماتش بكره المهم جدا مش هيكون موجود، فهتكلم طبعا مع اللعيبه تاني واحاول ان انا اهلهم لده ان احنا دايما فلسفتنا الماتش الجاي اهم ماتش مش الماتش اللي كمان اسبوعين، تركيزنا كله في ماتش بكره ده اهم ماتش بالنسبه لي وده كل تركيزي فيه دلوقتي. طبعا مباراه بكره مباراه صعبه مش سهله زي ما الكوتش قال، محتاجين فيها التركيز، مفيش مباراه تحصيل حاصل، مفيش مباراه عندنا بنلعبها كده وخلاص، المباراه اللي انت بتلعبها بتبقى محسوبه عليك، احنا النادي الاهلي متعودين حتى لو ماتش ودي محسوب عليك الناس بتتكلم فيه، الناس بتقيم اللعيبه فيه، لو في ماتش ودي ماتش رسمي، فبالنسبه لنا ماتش بكره ماتش مهم جدا، هيحدد مركز اول او ثاني بالنسبه لك، فانت محتاج ان انت تبقى مبين شخصيه النادي الاهلي في الملعب بكره ان شاء الله. بنتكلم مع بعض قبل كل مباراه،
يعني كان كلامنا قبل مباراه غانا مديامة هناك ان احنا محتاجين الثلاث نقط قوي قوي كان هيفرقوا معانا. اتكلمنا مع اللعيبه واجتمعنا مع بعض في مش انا بس اللي بجتمع في لعيبه كبيره برده معانا في الفرقه بنتكلم مع بعض بنفهم قد ايه المسؤوليه اللي بتبقى موجوده على اللعيبه في الماتش ده. فاحنا الماتش ده عارفين قيمته وعارفين قيمته زي ما انت قلت كده دلوقتي ان انت محتاج تقابل لو انت خدت تاني هتحتاج تلعب اول في المجموعه ايا كانت المجموعه اللي انت هتلعبها فبتبعد عن المشاكل بتبعد عن اي حاجه. بس اللي عايز ياخد البطوله ما بيفرقلوش يلعب اول يلعب تاني. انت الفتره اللي فاتت كنت بتاخد تاني وبتاخد البطوله يعني انت لو حسبتها البطولات اللي فاتت انت دايما تطلع تاني وبتاخد البطوله في الاخر. ففي الكوره ما فيهاش حسابات انت تطلع اول تطلع تاني هتلاعب مين مش هتلاعب مين. المهم ان انت تبقى مركز في الماتش زي ما المدرب قال كل ماتش بماتش فده بيفرق معاك قوي كلاعب. واللعيبه بتتكلم مع بعض بشكل كويس حتى في الماتش بتاع الدوري الاخير انت كنت نازل مركز ان انت تجيب جون في اول دقيقه عشان تسهل الماتش عليك. شوف انا طبعا كولر احترم جدا وواضح ان هو شايف ان المباراه مش هتكون سهله ومدرك اهميه الفوز. لكن انا عايز اتوقف عند مناشدته للجماهير انها تيجي بالكثافه اللي يتوقعها منها هو ولاعيبته. لما تشوف استاذ ابراهيم كل نادي يجي ورئيسه يجي يكلمك على جمهور الاهلي. اذا هم شايفين تاثير هذا الجمهور. مهما كنت مطمن لازم تروح. روح بقى للمتعه. انت مطمن دلوقتي انك اولا المباراه دي غير يعني احنا اربع فرق. انت بتلعب انت ويانج افريكانز غير الماتش التاني. الماتش التاني ده تحصيل حاصل. لكن الماتش ده على ترتيب المجموعه. هتقول لي ما هو يمكن انا لما اطلع تاني قبل البطل لازم يخش بهيبته ولازم يخش بالرسائل اللي بيقدمها في المباريات. الناس بتنظر الى النادي الاهلي نظره في مكانه معينه. جمهور النادي الاهلي بكثافته واندفاعه للحضور مهم جدا جدا جدا. اوعى تطمن وتقول ما كده كده احنا متاهلين. الاهلي محتاجك. عايز اتوقف كمان يا استاذ ابراهيم على كلمه برضو كلام رامي بيعكس نضجه بيعكس شخصيه كابتن. لكن اهم كلمه انا حبيتها وبرتاح لها احنا كلعيبه على اتصال دائم مع بعض ونذكر انفسنا باهميه المباراه المهمه وفي كامل تركيزنا وعارفين ان احنا مطالبين بالفوز في كل مبارياتنا وهنلعب من اجل الفوز. كلمه على تواصل دائم دي فيها مؤشرات مسؤوليه يتحملها لشخصيه الفريق. عموما ازاي الاستعدادات مشيت النهارده واخبار المران الاخير للفريق واحواله واخباره؟ معنا على الهاتف زميل محمد توفيق موفد قناه الاهلي الى ملعب التدريب عشان يحطنا في الصوره كامله من ملعب التتش. محمد مساء الخير تحياتي وتحيات المهندس عدلي ويا ريت تحطنا في الصوره على المران الاخير. مساء الخير استاذ ابراهيم تحيات لحضرتك وباشمهندس عدلي وقايه وكل مشاهدي قناتنا ده في كل مكان. كان الحمد لله على بركه الله يعني اختتم النادي الاهلي استعداداته ان شاء الله للمباراه الهامه جدا زي ما مستر مارسيل كولر اكد في المؤتمر الصحفي امام يانج افريكانز في الجوله الختاميه لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. مباراه وان شاء الله بثلاث نقاط وتحت من الصعود في المركز الاول باذن الله رب العالمين في حمله دفاع النادي الاهلي على اللقب. يمكن الفريق بدا الاستعداد ليانج افريكانز منذ الامس استاذ ابراهيم. كان تدريب صباحي عقب على طول مباراه بلديه المحله انتهت بفوز النادي الاهلي بخمسه اهداف مقابل هدف واحد. كان التدريب بس تشفيقي داخل الجيم للمجموعه الاساسيه اللي لعبت مباراه البلديه. بقيه اللاعبين يمكن كان تمرين قوي جدا بدا ببعض الفقرات البدنيه ومن بعدها تدريبات الكره واختتم بتقسيمه قويه جدا ما بين مجموعتين من اللاعبين. كل اللاعبين حريصين في هذه الفتره استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي ان هم يكونوا جزء من القوام الاساسي للفريق. يمكن فريق النادي الاهلي الحمد لله ربنا يديمها نعمه علينا يا رب يعج بمجموعه من النجوم الكبار اي 11 لاعب في الملعب ان شاء الله يكونوا قادرين على حمل طموحات وامال جمهور النادي الاهلي الحفاظ على لقب الدوري العام الثاني على التوالي الحفاظ على لقب دوري ابطال افريقيا العام الثاني على التوالي. كل دي طموحات كل جماهير النادي الاهلي بتطمح ليها ان شاء الله وباذن الله الجيل ده من اللاعبين يقدر يحقق الكثير والكثير زي ما عودنا دايما استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي. يمكن النهارده التدريب ابتدى فيه تمام السادسه والربع سبق التدريب يعني محاضره فنيه لمستر مارسيل كولر في غرفه المحاضرات اسفل مدرجات ملعب مختار التتش.
يمكن اللاعبين بقى بدأوا يتفرجوا على فرقة يانج أفريكانز بعد الحالات الفنية، نقاط القوة نقاط ضعف، اللمسات الأخيرة مستر مارسيل كولر اتكلم فيها مع اللاعبين بشكل تام مع كل اللاعبين، وحفظ كل لاعب إن شاء الله دوره هيبقى إيه في مباراة الغد بإذن الله. بعد كده يمكن اللاعبين نزلوا لأرض الملعب، كان النهارده طبعا التدريب الأخير طبقا للوائح الاتحاد الافريقي كاف كان مفتوح اول ربع ساعه من التدريب لوسائل الاعلام المختلفه اللي كانت حريصه طبعا على تغطيه المران، مران اكبر نادي في افريقيا للنادي الاهلي. طبعا كان اهم النهارده او ابرز اللقطات المهمه جدا في مران اليوم مشاركه محمد الشناوي وبدءه بالجري حول الملعب والمرحله الاولى من التاهيل. يمكن كما ذكر يعني دكتور احمد جابالله طبيب الفريق النادي الاهلي ورئيس الجهاز الطبي للفريق الاول ان دي اول مرحله ان شاء الله محمد الشناوي ماشي بمعدلات اكثر من رائعه ينهيها، وبعد كده ان شاء الله يتم مناقشه المرحله الثانيه من التاهيل سواء تكون في الخارج او داخل مصر. الاصلح للاعب زي ما ذكر دكتور احمد جابالله ان شاء الله هيكون متاح. يمكن كابتن محمود الخطيب كمان كان حريص النهارده ورغم يعني اصابته بنزل بدو، لكن كان حريص انه يكون موجود في المران ويشد من اذى اللاعبين ويطمن على محمد الشناوي بنفسه، واعتقد ده بيدي دفعه كبيره جدا للاعبين باذن الله قبل مباراه مهمه في ختام مرحله مهمه من دوري ابطال افريقيا. يمكن بعد كده كان في بعض التدريبات بالكرة اللي حرص مستر مارسيل كولر على اجراها، وكمان اختتم التدريب بتقسيمه قويه جدا ان شاء الله يعني كل اللاعبين يكونوا في حالتهم البدنيه والفنيه بشكل اكثر من رائع، وباذن الله بكره الساعه 6 مساء بدايه المباراه على ملعب استاد القاهره يكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي اداء اكثر من رائع وباذن الله 3 نقاط يتوجوا يعني مجهود الفريق في هذه المرحله الهامه جدا من عمر البطوله. استاذ ابراهيم باشمهندس عادي الكلمه ليكم. طيب محمد، يمكن انت اشرت للشناوي ان هو بدا مرحله الجري وكلنا شايفينه وهو بيجري حوالين الملعب فعلا جري منفرد، لكن بقيه اللاعبين المصابين عندك اخبار عن المستشفى اخبارها ايه؟ باذن الله قريبا كلهم يكونوا موجودين. كان اول طبعا الاصابات واهمها وكابتن محمد الشناوي زي ما قلنا في المرحله الاولى وباذن الله ينهيها بشكل اكثر من رائع. ياسر ابراهيم يمكن بيغيب عن التدريبات منذ المباراه اخر مباراه في دوري ابطال افريقيا امام ميدياما، يمكن دكتور احمد جاب الله اكد ان هو عمل اشعه مبدئيه وماشي في برنامج تاهيلي واحده واحده، باذن الله بعد مباراه يانج افريكانز هيبقى فيه اشعه ثانيه لحسم يعني كل الجدل حول اصابه ياسر ابراهيم وتحديد مده غيابه بالظبط، وباذن الله قريبا جدا يكون موجود مع الفريق. احمد نبيل كوكا محور ارتكاز الفريق يمكن الحمد لله خف من الاصابه بشكل تام، موجود في التدريبات منذ اسبوع بيتمرن بشكل عادي جدا مع الفريق، باذن الله يعني وجوده في المباريات يعني راجع لمستر مارسيل كولر ووجهه نظره الفنيه، ولكن من الناحيه الطبيه هو معافى تماما. اليو ديانج محور ارتكاز الفريق هو الاخر اللي اصيب منذ كاس الامم الافريقيه الاخيره، يمكن خلاص يمكن ايام قليله بتفصلنا عن سفره للخارج لاجراء منظار على الركبه لبيان مدى اصابته والطريقه المثلى لعلاجها وبدايه ان شاء الله التاهيل، وباذن الله برضه قريبا يكون موجود مع الفريق. خالد عبد الفتاح يمكن لسه في مرحله الجري حول الملعب والتدريبات التاهليه، وباذن الله برضه طبقا لرؤيه الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني يكون موجود قريبا مع الفريق، ولكن الحمد لله بقيه الفريق في حاله فنيه وبدنيه اكثر من رائعه. ينقصنا فقط توفيق ربنا معانا بكره باذن الله اداء مباراه كبيره طموحات جمهور النادي الاهلي كلها وتحقيق 3 نقاط وتصدر المجموعه، وان شاء الله بقى خدنا خطوه كبيره نحو دور الثمانيه للحفاظ على لقب النادي الاهلي العام الثاني على التوالي باذن الله رب العالمين. طيب محمد، بالنسبه لمحمد عبد المنعم، مستر كولر كان قال ان هو هيحدد موقفه من خلال التمرينه بتاعه النهارده ويقيم الامر اذا كان هيخش المعسكر او مش هيخش، عندك خبر عنه؟ بالفعل يا استاذ ابراهيم يمكن ده تابعناه في المؤتمر الصحفي لمستر مارسيل كولر، ولكن الحمد لله يعني كلنا كنا في انتظار مشاركه محمد عبد المنعم من عدمها، الحمد لله كان موجود في التدريبات مع باقي اللاعبين، يمكن الجزء المسموح لوسائل الاعلام بالوجود فيه كان محمد عبد المنعم مشارك فيه بشكل تام، واعتقد باذن الله رب العالمين ان هو بشكل كبير جدا قريب من وجوده في قائمه المباراه. مشاركته من عدمها طبعا ده حق اصيل لمستر مارسيل كولر ان هو يختار ال 11 لاعبين اللي هيبقى موجودين معاه في بدايه المباراه او كمان 9 لاعبين هيكونوا موجودين على دكه البدلاء، ولكن الحمد لله بطمنك محمد عبد المنعم كان موجود في التدريبات بيشارك بشكل طبيعي. يمكن كمان مستر مارسيل كولر قال ان هو بس بمجرد ما اشتكى نفس اللي حصل مع كريم نيدفيد في نفس المباراه، اي لاعب بيشتكى يا استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي والجهاز الفني والطبي حريصين ان هم يسحبوه باقصى سرعه من الملعب للحفاظ عليه، لان طبعا زي ما حضرتك عارف ضغط مباريات بتلعب في اكثر من بطوله، الدوري دوري ابطال افريقيا بطوله كاس مصر ان شاء الله يكون التوفيق معانا فيها كمان الاسبوع المقبل فاكثر من بطوله الحمد لله، يعني زي ما قلنا قوام النادي الاهلي يعج بالنجوم، اي 11 لاعب باذن الله يكون قادرين على حمل هذه المسؤوليه وباذن الله تحقيق طموح كل جماهير النادي الاهلي. طمنك عبد المنعم وجميع اللاعبين وباذن الله بكره كلهم يكونوا في حالتهم البدنيه والفنيه وباذن الله يكونوا عند الميعاد وتحقيق 3 نقاط واختام دوري المجموعات بشكل اكثر من رائع. محمد الضوي كريستو اخباره ايه؟ محمد الضوي كريستو يمكن شارك على فترات في المران، ولكن
لسه يعني الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني ما فيش يعني لسه مشاركه في المباراه وما خدش الضوء الاخضر للمشاركه في التدريبات بشكل كامل وكمان المشاركه في المباراه. طبعا كان في حفاظ على اللاعب بشكل كبير جدا ان اصابته كانت عضليه فما فيش مش حابين يكون في مجازفه ان هو يبدا يشارك او استعجال خاصه الحمد لله في مكانه موجود عدد كبير جدا من اللاعبين بيبقى حرصا على مستقبل اللاعب وسلامته اولا من الاستاذ ابراهيم باشمهندس عدلي انه ما يخشش في التدريبات الجماعيه بشكل تام غير هو سليم معافى 100%. كمان على ذكر بقى يعني محمد ضوك لسه كمان محمود متولي الحمد لله بيشارك في التدريبات بشكل اكثر من رائع سليم ومعافى تماما من الناحيه الفنيه بدنيا كمان اكثر من رائع ولائق جدا برضه مشاركته من عدمها ده حق اصيل للجهاز الفني وهو اللي يشوف في انهي وقت معين يكون موجود في التدريبات يعني او موجود في المباريات الرسميه لكن الحمد لله برضه تم يعني شفاءه من الاصابه بشكل تام وباذن الله يكون قريبا موجود مع الفريق طبقا لرؤيه الجهاز الفني باذن الله رب العالمين. ان شاء الله يا محمد شكرا جزيلا على هذه الافاضه الواضحه وتطمين الجماهير عن كل اللاعبين وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق من ملعب المباراة وأعتقد حالة مطمئنة عن لعيبة في التمرين يا باشمهندس. نتمنى طبعا أن الإصابات تتعافى بشكل تام وهو الراجل يعني كان عايز يوصل من خلال الماتش اللي فات رسالة أن اللعيبة كلهم على قدر المسؤولية وأن الجاهز هيقدر يدي المطلوب منه تماما ما عندوش سبب يدعوه لأنه يستعجل على الدفع بلاعب أو إن هو يعني ياخد أي مخاطر. فطبعا الوفرة النوعية في اللعيبة لما بتتجهز صح كمان خلي بالك الدوافع يا أستاذ إبراهيم ما أنت لما بتدي حد ينزل دوافعه بتبقى موجودة جامدة جدا صحيح إنما المستقر ده دوافعه بتهدى أيوة فكل المنافسة دي لصالح الفرقة. طيب الأهلي ويانج أفريكانز استاد القاهرة 6 مساء الجمعة إن شاء الله ختام هذه الجولة المجموعة. الأهلي ويانج لعبوا مع بعض 11 مباراة، يانج أفريكانز مش فرقة جديدة على النادي الأهلي، لعبوا مع بعض في السابق 11 مباراة، الأهلي فاز 6 مرات ويانج أفريكانز فاز في مباراة واحدة وتعادلوا 4 مرات. سجل الأهلي في شباك يانج افريكانز 19 واستقبل الاهلي من يانج افريكانز 5 اهداف، ده مران النادي الفريق يانج افريكانز في ملاعب الاهلي في مدينه نصر، النادي الاهلي استضاف في مدينه نصر تدريبات الفريق التنزاني الشقيق، يانج القيمه التسويقيه بتاعته 1.85 مليون يورو، 1.85 مليون يورو، الاهلي 32.48 مليون يورو. يعني هو 1.2 مليون الا والاهلي 2.32 مليون وكسر، الرقم واضح جدا يعني انت 30 الضعف تقريبا يعكس حجم او نوعيه الكواليتي بين اللعيبه واسعارهم بين الفريقين. الاهلي مشواره في البطوله السنه ده يا باشمهندس بدا فاز ممكن على ممكن فين يا استاذ ابراهيم؟ اتفضل. انا ماليش دعوه بالقيمه التسويقيه خالص للعيبه. لما فرقه تكسب شباب بلوزداد 4-0 اها دي تساوي 20 مليون صحيح. هتيجي تقول لي 1.2 مليون ده مسائل يمكن هم يعني تسويقيا مش لا او اللعيب اللي بيبرز بيمشي اي يعني اللي بيجي له عقد بيمشي بيفضي لكن المستوى العام في الكونغو لا ده في تنزانيا في تنزانيا هو فريق يعني كوره بتثبت وجودها صحيح. وسيمبا اظن شفناه عامل ايه يعني. طيب مشوار يانج علشان نشوف مسيرته وصل لغايه النقطه دي ازاي. بدا مع تيليكام بطل جيبوتي يانج فاز عليه 2-1. بعد كده يانج افريكانز بس فاز على تيليكام الجيبوتي 5-1 يعني فاز عليه ذهابا 2-1 وايابا 5-1. صعد لعب المريخ السوداني فاز على المريخ السوداني 2-0 وفاز عليه عودة 1-0 يعني بيكسب رايح جاي يعني المريخ السوداني فريق عتيد يعني ما هو لعب شباب بلوزداد كسبوا 3-0 لعب مع يانج لعب مع النادي الأهلي في المجموعة تعادل 1-1 يعني في المجموعة بدأ بشباب بلوزداد خسر من شباب بلوزداد 3-0 في الجزائر
بس تعادل مع الاهلي في تنزانيا 1-1، تعادل مع مدياما في غانا 1-1، ثم بدا مرحله تصفيه حساباته بقى. أم استقبل مدياما شيله 3، واستقبل شباب بلوزداد شيله 4، وحقق افضليه حتى لو يعني الجون الرابع اللي جابه في شباب بلوزداد جون مؤثر جدا في صعوده. ليه؟ هو شايف انه لو خسر من الاهلي في القاهره هيبقى رصيده وقف عند 8 نقط. هرجع المواجهات، هيبقى شباب بلوزداد لو كسب مدياما في الجزائر بكره هيبقى 8 نقط، فهيحتكموا ليه المواجهات. هو كان خسران في الجزائر 3، عشان كده اهتم انه يكسب 4، كان الجون الرابع ليهم مهم، هو المهم وهو المرجح في حال لو خسروا من الاهلي. هم يحتاجوا انهم يفوزوا على الاهلي عشان يتصدروا المجموعه، لكن يكفيهم التعادل عشان يصعدوا خلف الاهلي، يعني والاهلي يكفيه التعادل لتصدر المجموعه. لو انت قبل ماتش شباب بلوزداد ويانج افريكانز لا تتوقع 4-0، لا اما يتقال انهم هيلعبوا على تارجت 4-0 هتقول ايه؟ ايه الكلام ده؟ صحيح. فاصبح بقى الـ الاهلي 9 نقاط من 5 ماتشات، كله لعب 5، يانج 8 وشباب بلوزداد 5 ومدياما 4. مدياما خرج من اللعبه وشباب بلوزداد خرج من اللعبه، هو رخر رسميا. فقط مباراه الغد الاهلي ويانج مين اول ومين تاني. التعادل كفيل انه يدي للاهلي صداره المجموعه ويصعد اولا، وصداره المجموعه قيمتها في حاجتين، انها تتعمل قرعه بين الاول والاوائل والتواني بتوع المجموعات الاربعه، ففرصة الأول هيلعب أحد تواني المجموعات التانية، ثم إنه مباراة العودة في دور الثمانية اللي جاي هتبقى في ملعبه. عشان كده مهم جدا للأهلي الفوز، مش هقول بس التعادل، لا الفوز مهم جدا للحفاظ على كبرياء البطل حامل اللقب. كويس اللي قلت دي، لأن في ناس لأن أنت برضو اللي قلت إن التواني أقوى من الأوائل في بقية المجموعات، فقد يتصور بعض ان مصلحتنا نخسر. لا ما قلتش انا عايز العب قلت كده التواني اقوى. لا فرصتك ان انت تلعب احد التواني ده افضل لك. يعني مش افضل لي، لا انت قلت صن داونز الثاني وان الترجي الثاني في الجوله دي. في الجوله دي بس لسه الجوله الاخيره. ما انت قلت كده انت قلت كده. انا قصدي ايه، انا ماليش دعوه هلاعب مين. انا يهمني ان الملعب في ماتش العوده بقى عندي. ايوه انا بقالي سنين ما بلعبش ماتش العوده عندي. ايوه نفسنا نخش متصدرين مجموعتنا. الجوله الاخيره هي اللي هتحسم ترتيب الاول والثاني في كل المجموعات. مفيش مجموعه تقريبا حسمت هذه الصداره، لكن في 6 انديه ضمنت التاهل، ضمنت التاهل حتى على الاقل كتاني. يعني الاهلي تاهل، يانج افريكانز تاهل، اسك ميموزا الايفواري تاهل، ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي تاهل، بترو اتلتيكو لواندا الانجولي تاهل، تي بي مازيمبي الكونغولي اللي كسب بيراميدز فوز كبير تاهل. دول اللي صعدوا بشكل رسمي، لكن تبقى الجوله الاخيره. يعني لسه سان داونز والترجي محتاجين حاجه، مين اللي هيطلع اول ومين هيطلع تاني. لكن وصلوا تاهل، سان داونز تاهل رسمي زي الاهلي، لكنه صداره المجموعه لسه. طيب طبعا الامور دي كلها يا جماعه ارتبطت مع بعضها في الفوز اللي كان الاهلي رجع بيه من مديام. باشمهندس، هل انت لما تدخل مباراه زي ديت الجهاز الفني حساباته اللعب على المكسب وهو يكفيه التعادل، اللعب بتوازن، ولا دافعيه الفوز لوحدها تكفي؟ شوف النادي الاهلي بطبيعته يلعب على الفوز، لكن الامر الواقع احيانا قد يفرض عليك بعض الهدوء. ايوه، ولذلك انا اتوقع انه هيدي فرص للعيبه جعانه عايزه تلعب وتثبت وجودها وتحقق فوز يعني. ودي ميزه القوائم لما تبقى متقاربه وجاهزه وكبيره. فأتوقع الأهلي هيعمل مباراة بمنتهى الحرص والأهمية، ومش هي يعني مش هيبقى حابب يخش
بهزيمه خالص يعني. انت كسبان مرتين ومتعادل ثلاثه. اي الفوز ده يخليك تكسب ثلاثه وتبقى متعادل ثلاثه. يعني ما فاعتقد يا رب نكسب الماتش ده بشكل كويس باذن الله. الاهلي يحافظ على سجله في هذه المجموعه، يفوز بهذه المباراه ان شاء الله، ويدخل دور الثمانيه بشخصيه وكبرياء البطل اللي بيدافع عن لقبه. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، لانه لما تلاقي الاهلي منافس تنزاني هيلعبه، فتلاقي السيد هيرسي سعيد رئيس النادي يانج افريكانز كان هنا في القناه بالمناسبه في حوار مهم امبارح في ضيافه الزميل الكابتن اسلام الشاطر. شوفوا الراجل رئيس النادي التنزاني بيتكلم ازاي انه الاهلي تفخر بيه افريقيا كلها. بيقول لك الاهلي الفريق الاقوى والافضل والتجربه الابرز في افريقيا، وقال لك بالعكس بقيت له مكانه عالميه. ولما بيساله الكابتن اسلام عن توقعاته قال له اتوقع الفاينل الاهلي يبقى موجود فيه، لانه هكذا الاهلي دايما انه لما بيدخل في الادوار الاقصائيه بيكون منافس مختلف تماما. نركن الملف الافريقي بكل تفاصيله، وبعد الفوز على بلديه المحله اعتقد مع البلديه المكاسب دي هديه، لان كان في مكاسب كتيره قوي للاهلي من هذه المباراه. فتحت الجدل المحلي وفتحت الباب امام الكثير من الجدل، واتقال انه الاهلي بيستعيد احمد القندوسي وبيستعيد او بيشتري محمد شكري بموجب العقد من سيراميكا كليوباترا، وانه الاهلي بكده بيعاقب سيراميكا وبيقفل السكك مع سيراميكا وبيقطع علاقاته مع سيراميكا. ايه الموضوع؟ لا لا بص، في ناس نرفزها الاداء والمكسب بتاع الاهلي، عايزين يلغوشوا وياخدوك في حتت ويقولوا كلام عيب انه يتقال. اولا ان هو الاهلي اللي بيخطط بالذهنيه دي، ان انا برجع لعيبه عشان اعاقب نادي، ها عشان كان ليا طلب عنده وما عملهوش، ده كان يبقى النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي ما بيجيبش احتياجاته اللي محتاج لها؟ الرؤية الفنية هي اللي بتحسم أي لاعب يرجع وأي لاعب يستمر في الإعارة وأي لاعب يتباع وأي لاعب يتباع بشروط تسمح لك باستعادته زي شكري. طب الشرط ده اتحط ليه؟ إلا إذا كان النادي الأهلي متحسب اللي هو شرط أولوية الشراء في رقم كذا برقم عشان ما يحصلش مغالاة لما اللاعب تنفجر طاقاته. ما عامل حسابه انه يجوز يحتاج له. ايوه. ومتوسم فيه انه ربما يحتاج له. صحيح. فهو مش بايعه يعني خلاص. مش رامي طوبته. شكرا. او يبقى يحلها الحلال. ده حدد اول سنه لو خدته برقم بسبعه مليون، تاني سنه بتسعه مليون. طيب هتقولي ما خدش عرى ليه؟ ما هو انت اتحكمت بعدد الاعراض، فاضطريت تبيع ناس. كل البيعات الاضطراريه دي انت محددها بارقام يمكن تستردها. فانت محتاج باك ليفت ولا مش محتاج باك ليفت؟ محتاج. مصر كل الناس بتقول لك انت محتاج باك ليفت. طب هتدور الاول ازاي؟ فيما تملك وفيما تعتقد ان هو شارب اسلوبك وشارب ابنك، شارب حياتك. طب شارب اهدافك. وبعدين هو خارج النادي الاهلي، ما انت الاثنين اللي في منتخب مصر فتوح ولا حمدي دول في انديه مستحيل هيتسابوا. وانت ما حبيتش تخش في هذا السبق خالص، فانت رحت لافضل خيار تاني. كل مصر كانت بتشار على شكر، فلما الاهلي رجعه لا ده بيعاقب سيراميكا، ده بينه وبين سيراميكا حاجه. عيب يتقال الكلام ده. عيب. علاقتنا بالانديه تبنى على الاحترام. في شويه مصالح في السكه بتقدر، وفي علاقات انك بتدي اولويه في حاله ان النادي يبتدي ياخد احتياجاته. في الحاجات دي موجوده، لكن اللي بيحكمك اولا واخيرا مصلحتك.
ايوه مش حرقه، خصوصا في استرداد اللعيبه. ايوه يعني في خروج اللعيبه ربما تقول ايه انت روح هنا، وبتبقى حاسب ايه فرصه في اللعب. ما انا ممكن اوديه في نادي واخد في الاعاره فلوس اكتر بس سكته مسدوده. لكن انا اوديه نادي وانا عارف انه هيقدر يلعب ويتطور. القندوسي معارض انا ده راجع اوتوماتيك، انا ما بستردش القندوسي. ها انا عارضه سنه ما عارضوش سنتين. فانت بتسترد القندوسي عن قناعه. ده الاثنين هم شكري وقندوسي. السم في العسل بقى. ده بينه وبين السيراميكا حاجه نلحق نبوظ العلاقه. ان الاهلي يرجع الاثنين دول اللي هو باماره ايه ما يرجعوش. يعني قندوسي عارضه انتهت، الاهلي محتاجه. طيب شكري في بند انت حاطه عشان لو عدته اخده، وانت عزته فعلت البند. ففعلت البند وهم التوقيت القانوني وهم انت بتختره. حتى لما جم يعلقوا مستغربين انتوا بتتكلموا في ايه. ده بند محطوط وتم تنفيذه والراجل التاني اعارته هتخلص. والاختيار ده قانوني في التوقيت انا المناسب. ليه بقول كده؟ لان في محاولات على طول تخريب تخريب في العلاقات، وفي نفس الوقت بتطلع وقت ايه ياخدك في سكه بعيد عن الماتش. زي اللي يعني كسبان خمسه عايز يشككك في ثلاث اجوال. واخد بالك؟ ايه المحاولات دي؟ احنا دورنا ان احنا نركز على الحقائق ونقدمها للناس عشان نبان مقنعين. احنا ما بنقولش وجهات نظرنا، احنا بنقول ما يحدث على ارض الواقع. طيب ما حدث على ارض الواقع، فوز كبير للاهلي بمكاسب كثيره. الاهلي ب 17 نقطه من 7 مباريات، نتائج يمكن اكثر من رائعه بعرض اكثر من هايل. لعل اهم الملاحظات اللي فيها الضغط الهجومي المكثف في البدايه والتوفيق في الاحراز المبكر. وسام يسجل بدري ده كان مسألة مهمة جدا جدا. تكتيكيا واضح انه مستر كولر أرى المنافس البلدية بشكل كويس. اللعيبة حتى تواجدها داخل منطقة ال 18 متقسمة صح أو مرصوصة صح، بحيث ان كل مكان هتروح للكرة هتلاقي فيه لاعب أحمر موجود. ثم هذا الأسيست الرائع جدا. جاب كم جون يا استاذ ابراهيم؟ رسمي 5 اجوال. عامل كم اسيست؟ ايوه 3. ده غير الماتشات الوديه اللي جاي فيهم 5 اجوان هي كمان. في نوع من هو جاب 2 في الدوري وواحده في السوبر. 2 في الدوري؟ 2 في الدوري وواحده في السوبر. يا عمي لا 2 في جايب 5 اجوان. هنا وهنا. في مجموع الماتشات اللي لعبها. اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان مودست منظور له انه فرود المستقبل. ايوه لا هو فرود التوقيت ده، اللحظه اللي احنا فيها دي. ايوه بحكم السن. ايوه فالراجل بيدي. ايوه وبينتج وبيعمل اسيستات وعنده خبرات وبيعرف يقطع امتى ويلعب امتى. فاياك يكمل كده، اياك يكمل كده. انما لما تجيب وسام بالقياس الى سنه الى وضعه وما تنتظر منه مده التعاقد معاه، هو ده اللي انت بتامل انه يكمل معاك اطول مده. ف دايما مش عايزين نحط نفسنا في مكان متخذ القرار، لان بيبقى عنده ظروف احنا مش شايفينها وهو بيتخذ القرار. اتحدث عن القرار الفني، يعني القرار الفني بيبقى له اعتبارات وحسابات. النهارده النادي الاهلي لا في تكامل، كل الخطوط متغطيه كويس. ورجوع القندوسي مع شكري هيطمنا على نواقص معينه. ده كمان في حاجه اتعملت يا جماعه. لكن هل يتوقف الاهلي؟ عمره ما هيتوقف. في حاجه مستر كولر عملها
هو بدأ بعمر كملعب بالواحد باك شمال. بصوا لما يكون انت مدرب عندك اكتر من ورقة جوكر فبتديك اريحية جامدة جدا. محدش كان مستسهل فكرة انه الراجل يقدر يحافظ على قفشة وامام عاشور مع بعض، 1-8 و1-10، وفي معظم وقت المباراة هتلاقي حد فيهم اتأخر 8 والتاني بيكمل 10. محدش كان شايف انه عمر كمال هيلعب باك شمال، ده كمان في الشوط الثاني لما عبد المنعم اشتكى خرجه لعب علي معلول وداه شمال في مكانه وجاب عمر كمال عبد الواحد سيرد باك. فبصوا التوظيف للاعب في اكتر من مركز، عنده هاني يقدر يلعب سيرد باك ويقدر يلعب مركزه الحقيقي الباك رايت، عنده اكرم توفيق يلعب هاف ديفندر مكانه القديم وخالد رايت، لولا الاصابه عنده خالد عبد الفتاح متحرك في اكتر من مركز. فالحقيقه الراجل قادر بنسبه كبيره جدا يخلق تنوع في القدرات وتوظيف لامكانيات اللعيبه. دي كانت واضحه جدا. وانت النهارده انت بدات الموسم عندك الثلاثي الهجومي راس الحربه كهربا، والوينج رايت كان على طول بيرستاو، والشمال على طول حسين الشحات. مباراه البلديه مثلث تاني خالص، مثلث تاني خلق الفعاليه ديت راس الحربه وسام ابو علي. الوينج رايت شفنا بدا بكريم فؤاد، والناحيه الشمال رضا سليم، ثلاثه تاني خالص. ولو فيه كان وقت او مباراه اخرى هتلاقي كريستو وهتلاقي احمد عبد القادر وهتلاقي راس حربه زي كهربا، وهتلاقي وده مهم جدا للي جاي، لعيبه من المفروض تتالق هتتالق ماتش اتنين ويجي لها لحظه يحصل دروب يخش مكانها ناس ثانيه، وهكذا. مش عايزين نقعد نقارن اللعيبه ببعض لان دي مش كويسه، ومش يعني في التيم المتماسك ما يصحش المقارنات، ومش عايزين برضو ان اللعيبه على طول تحت مغسله التقييم. انت عندك فريق اتشكل بطريقه فنيه معينه تفي باحتياجات جهاز فني صاحب رؤيه في هذا التشكيل انه يتكون بالطريقه دي، اطلب التوفيق للجميع وساند الجميع. دي مساله مهمه جدا. قبل ما هنشوف مستر كولر عايز اقول لكم انه ماتشات هذه الجوله الزمالك النهارده فاز على الداخليه 1-0، وسموحه كان تعادل مع فيوتشر 1-1، والمصري كان فاز على المقاولين 1-0، وامبي فاز على زد 1-0، والاسماعيلي والجونه تعادلوا 0-0، والاتحاد السكندري تعادل مع البنك الاهلي 0-0، وفاركو مع طلائع الجيش تعادل بنفس النتيجه، وكان سيراميكا فاز على البلديه 5-3. دي الحقيقه مباريات الجوله ال 14. جوله ال 15 بقى اللي هتفتتح بكره الجمعه ان شاء الله، سيراميكا بيستضيف المقاولين العرب، ويوم السبت الاسماعيلي بيستضيف بلديه المحله، يوم الاحد انبي مع الاتحاد، ويوم الثلاث طلائع الجيش مع الداخليه والمصري مع سموحه، ويوم الاربع بيراميدز مع فاركو، ويوم الخميس مودرن فيوتشر مع زد، والثلاث الجونه والزمالك والبنك الاهلي مع الاهلي. الدوري يعني مع الانتظام بعد كده لغايه لما هيقف في مارس للمعسكر المنتخب الوطني ابتداء من 12 مارس، وتتساب لغايه دلوقتي متسابه مباراه الاهلي وانبي يوم 15، حتى الان هي في الجدول المعلن، لكنه هتتاجل ولا لا ما فيهاش قرار حتى الان. مستر مارسيل كولر بعد هذا الفوز الرائع والاداء الممتع جدا نشوف كلامه ايه. احنا ما عندناش حاجه اسمها 11 هيبداوا على طول، ما عنديش ده اصلا. احنا داخلين على ضغط ماتشات كبيره جدا، احنا بنلعب في اكتر من بطوله في وقت واحد، متاخرين في الدوري على الاقل 7 ماتشات، احنا قدامنا لسه ضغط ماتشات كبير في الدوري. الكاس الجديد لسه ما اتلعبش اصلا، عندنا دوري الابطال احنا لسه الحمد لله موجودين فيه ومكملين، فضغط الماتشات اللي احنا داخلين عليه مرعب. فمش هينفع ان انا العب بنفس التشكيل كل مباراه، لازم هدور. السنه اللي فاتت عملنا كده، كنا بنغير كتير وبنحاول ان احنا نغير قدر الامكان بحيث ان اللعيبه كلها تقدر تشارك، وفي نفس الوقت ادي اللعيبه راحات يقدروا يكملوا. عندنا لعيبه بتبقى راجعه من اصابات، اللعيب اللي راجع من الاصابات بيحتاج برده وقت عشان يقدر يخش في ياخد ريتم الماتشات.
كل الحسابات دي بتبقى دايما في دماغنا مع كل ماتش عشان اقدر ان انا اكمل باللعيبه دي لاخر الموسم باقل عدد من الاصابات ممكن. عارف ان ده مش اللعيبه عايزاه، عارف ان لعيبه كتير كل لاعب عايز يلعب كل ماتش 90 دقيقه بس ده ما ينفعش، وعارف ان ده بيسبب ساعات بعض الاختلاف في وجهات النظر مع اللعيبه، لان اللاعب اللي في دماغه انا عايز العب والعب 90 دقيقه على طول طول الوقت وخلاص، لكن ما بيحسبش الحسابات دي، ما بيحسبش ان انا بريحه، ما بيحسبش ان انا شايف ارقام معينه اقدر احمي بيها، ان انا بفكر في الماتش اللي بعد اللي بعده، يعني ببقى بفكر في اكتر من ماتش في وقت واحد، ان انا مين هيلعب امتى وريح امتى وده يلعب امتى، اللي راجع من اصابات اللي مش راجع من اصابات. السنه اللي فاتت عندنا كريم فؤاد واكرم راجعين من اصابه طويله جدا 9 شهور صليبي، دي بتحتاج وقت كبير عشان تقدر ترجع فيه، اللعيب مستعجل عايز يرجع على طول، عايز يلعب على طول عشان ياخد ريتم ماتشات، لان مهما اتمرن اللعيب التمرين الشده بتاعته غير شده الماتشات، وده شفنا النهارده شده الماتشات مهما كان حتى لو ماتش اقل شدته اعلى من شده التمرين، فاللاعب بيحتاج ماتشات بيحتاج ريتم ماتشات، فعشان ترجع من اصابه طويله محتاج ان انت تاخد الماتشات بالتدريج، اللاعب مستعجل متفاهم ده كله من اللعيبه، بس انا بشرح لكم ان الدنيا ما تبقاش كده، وان اللاعب لازم يبقى عنده صبر ويبقى عنده ثقه فينا ان انا برجعهم بالتدريج. كريم واكرم مثلا في الطريق ان هم يرجعوا لمستواهم، في الطريق ان هم يرجعوا ان هم يقدروا يلعبوا 90 دقيقه، وانا برجعهم بالتدريج عشان يقدر يعمل ده. الكلام ده على كل اللعيبه، عارف ان ده بيعمل مشاكل لكن انا قادر اسيطر على كل ده. مره ثانيه مفيش لعيب مفيش تشكيل عندي هيقعد يلعب كل الماتشات، لان احنا عندنا قائمه كبيره جدا كل اللعيبه على نفس المستوى، عندي ثقه في كل لاعب في قائمه النادي الاهلي، وهقدر ان انا ان شاء الله ان احنا ندور ونغير عشان نقدر اللعيبه اكمل بيها لغايه اخر الموسم واقدر العب بشده الماتشات دي كلها. قرار فني بحت، احنا عندنا 3 رؤوس حربه بيلعبوا قدام، وبختار دايما الاثنين اللي هيكونوا هيساعدوني في الماتش اللي جاي. كهربا الماتش بكرر تاني قرار فني بحت، التمرين قبل اللي فات اللي هو اول امبارح كهربا عمل تمرين كويس جدا بيبين ان هو في الطريق للعوده لمستواه وان هو يقدر يحجز مكانه في التشكيل. هي في ايد كهربا ان هو يتمرن كويس ويرجع تاني لمستواه وان هو يبقى موجود، لان احنا محتاجين كهربا زي ما محتاج الاثنين التانيين، بحيث ان احنا محتاج كل لاعب معايا، فانا من مصلحتي ان كهربا يرجع لمستوى تاني وان هو يبقى في منافسه بين اللعيبه قدام. واضح جدا سعاده مستر مارسيل كولر بالمكسب والاداء كمان، واضح انه الراجل زي ما قال قبل كده انه رابط الثلاث مباريات دول كوحده واحده. لكن النقطه اللي وقف عندها اللي سالوا فيها حد من الزملاء الصحفيين عن غياب كهربا، الحقيقه قال رايه اللي كان من الاول الناس لازم تلاحظوا، قال لهم يا جماعه استبعاد كهربا فني بحت ملوش اي علاقه باي حاجه من اللي انتوا بتقولوها، فني بحت. وقال ان احنا من بعد ما رجعنا بعد المباراة الأفريقية بيتمرن كويس، وأنا عايزه يستمر على التمرينة بتاعته بالقوة والتركيز والجدية ديت علشان يدخل. وقال إن أنا دلوقتي عندي 3 رؤوس حربة، في كل مباراة هيبقى فيه معايا 2، فعليه إن هو يواصل التدريبة بتاعته القوية علشان يكون عنده فرصة إنه يدخل القائمة في الفترة الجاية. إنما قال لك ده فني بحت ملوش عقاب وملوش أي دخل باللي أنتوا بتقولوه ده خالص. اعتقد المفروض الموضوع يعني ده يكون واضح للناس. ده هو شرح ما هو فني مش بس له علاقه بالجاهزيه، رؤيته للماتشات والتدوير، لان قال لك مستحيل ان انا هثبت 11 لعيب. ايوه التحديات اللي عندنا بتفرض علينا ان احنا لازم نعمل روتيشن، وانا عملت الكلام ده السنه اللي فاتت، وعايز اللعيبه الحريصه قوي انها تلعب، وده انا فاهمه تبقى واخده بالها من النقطه دي. هو كان التوضيح ده انا يعني اراه اكتر منه الجمهور هو للعيبه، ان فني يعني اللعيبه الراجعه من نقاه ما عايزه وقت وعايزه تدرج وتاخد ريتم. وضرب المثل بكريم فؤاد ورضا سليم مش رضا اسمه كريم توفيق أكرم توفيق قال راجعين من صليبي لازم يبقى فيه تدرج واحدة واحدة معاه. رضا سليم إصابته يمكن في الكتف مش في الأربطة وفي ربنا يحميه يعني. أنت شفنا سرعاته وانطلاقه عامل إزاي، ربنا يحميه. فلازم ناخد يعني
او ندي للجهاز الفني حقه في الاختيار في انه يعني يختلف عن رؤيتنا، لان احنا بنبقى شايفين حاجات وعندنا حق فيها على ضوء اللي احنا شايفينه، وهو بيخطط لحاجه تانية وشايف حاجه تانية، وعنده مطلق الحق في انه يعمل اللي هو عايزه. بصوا يا جماعه، في الجزئيه دي اذا كان بيحقق اهدافه. طيب في الجزئيه دي جمهورنا بس، لانه بيغضب لما بيلاقي لاعب او ما بيلاقيش لاعب. في الحاله ديت لازم تحط في اعتبارك حاجه، المدرب عنده 3 اوبشنز مش متوفره لاي حد فينا. مش بس ان هو المسؤول، ومش بس ان دي شغلانته. رقم واحد هو اللي شايف اللاعب كل يوم في التمرين اللي ما بيشوفوش الا هو، فمبدئيا عارف كل لاعب بيتمرن ازاي، وعنده قياسات علميه بتخليه عارف كل لاعب جري قد ايه وبذل مجهود قد ايه، متقاسه بالنسبه له كويس. انت عارف القياسات وصلت يا استاذ ابراهيم انه يتنبأ اللاعب قد يعرض للاصابه، الحاله العضليه بتاعته رايحه فين. فانت مبدئيا الجزئيه ديت لا الاعلام ولا الجمهور عنده درايه بيها. انت بتقول اللاعب سين من الناس ده كويس، ليه ما لعبش؟ المدرب عارف حالته في التدريب بقالها قد ايه، عامله ازاي، وده مش معلوم للكفه يعني. رقم اتنين، حتى لما بيلعب وانت شايف ان هو ما كانش كويس، انت ما انتش عارف هو اتكلف بايه ونفذه ولا لا، لانك مبدئيا ما حدش بيسمع المدرب بيكلف اللاعب بايه. فانت ممكن يكون لاعب متشاف للجمهور انه مش كويس، والمدرب طاير بيه من الفرحه. ليه؟ لانه عارف كلفه بكام حاجه عملهم واثرت في النتيجه. ده تكليف غير مرئي للناس، مش بس التمرين، التكليف غير مرئي. رقم ثلاثة، قرايته للمنافس. هو قاري دفاع البلدية مثلا بيلعب متقدم شوية، فهيلعب سرهات من وراهم عالية، فمحتاج ناس أسرع، فيجوز إن ده اللي خلاه يفضل سين عن صاد. فلا قرايته للمنافس الجمهور يعرفها، لا تكلفاته للعيبة الجمهور يعرفها، ولا الحالة بتاعت اللاعب البدنية والذهنية والنفسية والفنية في التمرين الجمهور يعرفها. عشان كده نفسنا ان جمهورنا يهدى على المدرب وعلى اللعيبه، لانه فعلا الخيارات، انت ما شاء الله وصلت لمرحله انك عندك كل المراكز متغطيه، مش باتنين بتلات لعيبه، فهتلاقي اللاعب المفضل بتاعك اللي انت بتحبه مش هتلاقيه موجود في مباراه، فهتبدا تزوم على المدرب. الراجل شغال تدوير، والا هنقع في نفس المطب اللي ضيع مننا الدوري من 3 سنين، لما رجعنا لعبنا المؤجلات في وقت مضغوط بعدد قليل من اللعيبه، استهلكوا ضاعت النقط، ما كانش مجهز الصف اللي قاعد واللي بعديه ما كانش جاهزين. انت النهارده عندك سياسه تدوير اعتقد الراجل عادل جدا فيها، حاسم جدا فيها، عايز اللعيبه تتمرن كويس، فساعدوا اللعيبه انها تلتزم تتمرن كويس، والفرص موجوده. ما انت بتلعب كل يوم، كل 3 ايام مباراه يعني. وبرضه عايز اقول حاجه بس يا رب جمهورنا يتفهمها من غير ما نزعل من بعض ونختلف يعني. لان احنا مدركين حق الجمهور واحترامنا ليهم وحقهم ان يقولوا رايهم، مش عايز اناقش. ايوه. وحتى لو احنا بنحاول ان احنا نخفي وجهه نظرنا ونتنازل عنها للاجهزه الفنيه، احنا حرين في نفسنا. لكن هم بيتفرجوا عشان يتكلموا في الكوره بصراحه. واحنا لو مش مسؤولين هنعمل كده، هنتكلم. بس انا بتكلم على حته نوعيه الكلام، يعني الفارق بين النقد والتنمر يعني بتبقى شعره ساعات، ان انا ممكن اقول رايي، اللعيب اجهز انسب، اللعيب ده خد فرص، اللعيب ده ما خدش فرص، كل ده حق الجمهور انه يقوله، بس في اطار الرأي والاحترام. لأن نفس اللعيب اللي أنت بتنقده النهارده وأسعدك قبل كده وسوف يسعدك بعد كده. أيوه. فنبقى محافظين على بعضينا دون مصادرة على حق أحد في إنه يتكلم في اللي هو عايزه. أنت بتشاور على حد بعينه؟ ما أنت هتعرف تطلعهم لي طيب. لا أنا فرق بين الجمهور اللي أنا أحسن الظن بيه وبين البعض اللي بيطل علينا في وسائل الاعلام، ها
عشان يضغط على لاعب لا دريمة. طبعا ده بيبقى كل ده شغل ما مش صدفة يعني بيبقى مخطط له يعني. عشان كده جمهور الأهلي يا جماعة بيبقى حريص على دعم أي لاعب لابس الفانيلا الحمراء، وأي لاعب بيمثل الأهلي زي ما عليه واجب الإجادة والتركيز والتمثيل اللي يليق بالنادي الأهلي له على الجمهور حق المساندة والدعم، ويمكن إنك تقف جنبه حتى لو مستواه قل عشان تقدر ترجعه، ده حق وده مستحق. عشان كده اعتقد دموع طاهر محمد طاهر على الدكه هزت ناس كتيره، وناس كتيره وقفت عندها انه لاعب للحظه ما وهو على الدكه حتى ما لعبش بيبكي، وامام عاشور اعتقد جنبه في اللقطه اللي جت هو اللي بيطبطب عليه وبيهديه. كابتن احمد شوبير علق على اللقطه دي نشوف. كان حديث السوشيال ميديا امبارح والنهارده يعني، انا الحقيقه بزعل جدا لما نتكلم على حد، اي حد، اي بني ادم بسخريه ابدا عيب، البني ادمين لهم احترامهم، لكن واحد صعبان عليه انه ما لعبش، انه ما اتغيرش، انه ما بدلش. لقطه امام عاشور كانت لقطه ما فيش اجمل من كده ولا احلى من كده الحقيقه امبارح يعني. فبدل ما تقول برافو، في ناس طبعا اشادت، وفي ناس بقى منهم حتى لو يقول لك وانت زعلان ليه، وانت يا عم مش كده امر، مش كده، قول انه مش عاجبك كلاعب حقك تمام، قول انه احسن لعيب حقك تمام، لكن تسخر من بني ادم، تسخر من انسان، ده امر الحقيقه مزعج. على فكره الزعل على ان اللعيب ما لعبش هو نوع من الاحساس بالمسؤوليه، لكن لو خده بغضب واحتجاج وتمرد لا مش من حقه، لكن ان هو نفسه يلعب طبعا لازم يبقى عنده هذا الاحساس، ولا يبقى موظف في الاخر. اللي ما عندوش يبقى البليد الاحساس ده مش هيدي لك حاجه، لكن احنا ما نوصلش اللاعب انه يتعرض لهذه الضغوط. طيب بصوا يا جماعه، زمان ما قبل السوشيال ميديا كان الفيدباك بيجي للاعب من المدرج زي المسرح يعني، المدرج كان مسموح بحضور جماهيري في التدريب، فالجمهور في التدريب هو اللي بيساند وهو اللي بيدعم وهو اللي بيعبر للاعب عن دعمه، وفي الملعب الجمهور هو اللي في ظهر الفريق، كانت المسائل بتبقى مختلفة. عصر السوشيال ميديا بقت المدرجات موجودة على السطح الإعلامي الحديث بدل المدرج في الاستاد، فأصبح الجمهور انتقل من المدرجات إلى المنصات الإلكترونية. هنا في الأول كان ممكن تلاقي حد في المدرج يقوم يشتم أو يطلع لفظ كذا، فتلاقي الكل بيسكته، وفجأة الكل بيهتف للأهلي أو للاعب. الظاهرة بتاعت السوشيال ميديا اللي الكابتن شوبير بيتكلم عليها، ظاهرة إن في لاعب بعينه يتعرض للتنمر أو للإساءة، هنا لازم الهبة الأهلوية المسؤولة هي اللي تبقى حامية للفريق. وارد جدا ان هتلاقي فيه اندساسات. على فكره ده حصل امبارح. آه. معظم الجمهور يعني يتكلموا عليه باحترام. بالظبط. قالوا له يعني احنا مقدرين ويلا مستنيينك، ابذل مجهودك وهنبقى في ظهرك. وارد انك تلاقي فيه اندساسات وناس باكونتات مضروبه عشان تبدا تتكلم وتوقع وتعمل مشكله للفريق. ودي ظاهره موجوده. وارد ان يبقى فيه ظاهره موجوده يا استاذ ابراهيم، انت فكرتني. اه. يا جماعه من فضلكم ولازم مباحث الانترنت يشوفوا لنا طريقه، ما ينفعش ان اي حد يعمل اكونت باسم اي حد تاني، ويبقى الاجراءات محتاجه لنوع من الاجراءات بتخلي ناس تكسل تشتكي. لكن انا مضطر ان انا اي اكونت بيحمل اسمي ليس لي حسابات، انا ما عنديش حسابات، فأي واحد يقول لك عدل القيعي وصورته واسمه وصورتي واسمي ولا ملك وكتابه وصورتنا انا ابراهيم، اعرفوا ان دي مش بتاعتنا. حتى لو كانت بتشكر فينا جر رجل يعني، او حتى لو بتتكلم كلام على لساننا يقول لك يا عم ده بيصيطك، انا بقول دي مش بتاعتي، مش هفرح بما لم افعله لانه هيعمل لك كارثه بعد كده. انا بقول ماليش حسابات،
واعتقد ان انت كنت لقيت كتير وكنت ببعتها لك. لا ده في حد تاني اشتكى لك. في كتير اشتكى يحط اسم ملك وكتابه وصورتي انا والمهندس عدلي، وبعد كده يروح حاطط اي لوجو للبرنامج، وتبص تلاقي بيتقال كلام غير عادي، زي ما تعمل برضه حاجات كتيره وتحط صوره الشخص وتحط عناوين تانيه خالص. اعتقد الامور دي بتعمل مش مشاكل، بتعمل مصايب، لانك تلاقي فجاه يتحط لك على صفحتك على لسانك حاجات توقع ناس كتيره في بعض. وحلني على ما تدور. لكن المهندس عدلي بيقول لك على لا، مباحث الانترنت بتشتغل لما تروح لها بلاغات، لما بتروح لها بلاغ او شكوى لا على طول بتجيب الشخص اللي اسس هذا الحساب من رقم التليفون بتاعه. يا استاذ ابراهيم انا جربت. بتاخد شويه اجراءات ووقت. انا عايز مباحث الانترنت بمجرد صاحب الشان ما يخطر ده مش حسابي يحصل ايقاف. المخالفات ضخمه جدا. ما هي هتزيد طول ما فيش التصدي الفوري هو اللي هيوقف هذه الظاهره. لكن انت لو خدت اجراءات على ما توصل لنتيجه، يعني في التجربه الشخصيه اللي انا قلت لك عليها دي، انا قعدت شهرين على ما جبنا الشخص وتم حسابه حساب عسير وبدا يطلب يعني طب خلاص ويعني عشان يتم العفو عليه. لكن انا بتكلم خلاص النهارده، انا بقول لك مش حسابي، بقول للجهه المسؤوله، مش بس المباحث الانترنت، ده لا ينبغي ان حتى توصل للمباحث. انا المفروض ان لما ابعت انا كمسؤول بشكل موثق اقول لهم يا جماعه يا اللي بتنزلوا الاكونت ده باسمي انا مش ده مش حسابي، مطالب اعمل ايه تاني؟ وهم ايه قبل ما يحصل مشكله؟ لازم يحصل ده قبل ما يحصل مشكله عشان ما اقولكش هو لا ده هو حسابه بس بينفض ايده. لا تعمل بلاغ علشان هم يبداوا يتحركوا في ضوء ده المباحث بقى. تضغط. انت ما بتتحركش. انا عايز اوصل لاليه يا استاذ ابراهيم، اللي بيعملوا الحاجات دي عشان بيكسبوا من وراها بيبقوا مش عايزين يمتنعوا. لا مش عايزين يسهلوا الغاء الحسابات دي. لا ليه؟ ما دي مساله يعني يا استاذ ابراهيم، هل في حد مثلا النهارده الا اذا كان حجم الضرر هيبتدي يبقى كبير؟ وليه نستنى لما يحصل ضرر؟ انك تروح وتعمل محضر وبعدين تسلم تليفونك ويتفرغ وبعدين تسلم مش عارف ايه لو حد بيكلمك. افهمها لما يكون في ناحيه جنائيه، حد بيهددك، حد بيكلمك. لكن في يعني حد يقول لنا الابسط اجراء لايقاف هذه الظاهره ايه؟ بلغ وهم يشتغلوا. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم. كنا قبل الفاصل بنتكلم على كل الاكونتات اللي بتحمل اسم المهندس عدل القيعي باسمه او بصورتي او بصورته، وايضا اللي بتحمل اسم البرنامج وصورنا، واحنا يعني ابرياء من ده تماما. واعتقد المهندس عدل تفهم المشكله. لا مش تفهم. احنا جالنا تليفون من حد يعني مختص وقال قدموا بلاغ وهتلاقوا اجراء. واحنا من دلوقتي اي حد هينتحل، اي حد منتحل اسم او صفه او صوره، ويبدو ان في عقوبات قويه هتصدر في الشان ده. ايوه. طيب اللمبه اللي اضاءت جدا في مباراه الاهلي والبلديه والهديه اللي استقبلها جمهور الاهلي بفرحه وسعاده المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي. الحقيقه يعني ما شاء الله بدايه موفقه جدا، تسجيل مبكر، سرعه تواجد، علاقه مع زمايله، سرعه ربط، حاجات كتيره جدا على المستوى الذهني والمستوى الفني خلت جمهور الاهلي ينبسط شويه انه عنده مهاجم بالقدرات ديت. فكر الجماهير بالمهاجمين الافزاز في الكره الاهلاويه اللي كان اخرهم اعتقد عمرا او سنا الفنان عماد متعب. فنشوف عماد متعب شايف وسام ابو علي ازاي وتشريحه له فنيا ازاي. نشوف في البدايه طبعا مبروك للنادي الاهلي وهارد لك فريق بلديه محله. النادي الاهلي عمل مباراه جيده،
قدر يسجل 5 أهداف، استغل الفرص، استغل المساحات، فدي ميزة تحسب للعيبة وللجهاز الفني. بالنسبة لأسامة أبو علي، أنا وجهة نظر يعني إن أنا دي تكون أول مباراة ليا في الدوري مع النادي الأهلي، وأنا صفقة جاية المفروض إن أنا لعيب مميز عشان كده النادي الأهلي تعاقد معايا، إن أنا أسجل هدفين، فده بالنسبة له نجاح كبير جدا جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين، اتقال كابتن احمد في وهو بيتكلم دلوقتي، قال ان عجبني ان هو بيتحرك. انا عجبني كمان ان هو بيتحرك كتير جدا، بيحاول يخترق ما بين الهدف الاول اللي احنا شفناه، اختراق ما بين السيرد باك والباك ليفت، وقدر يستغل المساحه اللي موجوده وسجل هدف. بيطلع يشارك بكل كوره، كل كوره عاليه، كل كوره فيها التحامات موجوده على طول، مزعج. هو مهاجم يعني، عارف المدافعين ما بتحبش اللعيبه اللي بالشكل ده، المدافعين بيقلقوا من اللعيبه اللي بالشكل، اللعيب اللي هو طول الوقت عامل لهم قلق. وسام اللعيبه اللي انا شايف انها بتتحرك بره وجوه، ويقدر يلعب، يجي من على الطرف ناحيه اليمين ناحيه الشمال، يخترق من العمق. لكن انا بالنسبه لي مهاجم الصندوق زي ما بنتكلم لازم يكون مهاجم متحرك، لازم يكون مهاجم متحرك. خلاص الكره الحديثه دلوقتي الريتم بقى سريع جدا، هي الفكره كلها في عدد معدل الجري ومعدل الالتحامات والحاجات دي كلها. لا طبعا وسام هيبقى في الفتره اللي جايه هو اللي عنده النسبه الاعلى. طبعا الجمله الاخرانيه دي من واحد زي كابتن عماد متعب، الفكره كلها في معدل الجري وعمليه التحرك داخل وخارج الصندوق. قدر انه يلقط فكره ان المواجب ده مزعج، يعني عايز يقول انا كنت بزعج يعني هو ده الفكره. وهنا عايز اقف قدام الجمله دي بشكل يعني اكثر متاني اكثر، لان احنا مش عايزين نقعد نحاسب الفيرود بقى انه لازم كل ماتش يجيب جولين، والا تراجع في مستوى او عدم مش عارف ايه، ويبدو تسرعنا. لكن هو عماد لما اتكلم على سمات، سرعات، بيتحرك ازاي، يعني فكره كمية المجهود مهمة جدا، وتنفيذ عمل فني. يعني الماتش زي ما قال الأستاذ إبراهيم، الدراسة كانت بتقول لو الدفاع ده بيلعب بالشكل المتقدم مش هنروح بقى بالنقل الكتير والتحضير الكتير والاختراقات، هنلعب وراهم، لكن هنلعب وراهم في المساحات. ولازم رضا بسرعته ووسام بسرعته وكريم فؤاد، الثلاثة سرعات عالية، سرعاتها عالية وبرود بقرار أمام المرمى. ربنا وفق النهاردة أو امبارح في إحراز هدفين، ضرب الجزاء وهدف. نتمنى التوفيق ده يستمر معاه، لكن لو ما جاش واحدة واحدة. احنا مش عايزين نحط اللعيبة باستمرار تحت مقصلة التقييم على بدايات وعلى توقعات. المهم يكون ما بيكسلش، بيلعب، بيحافظ على نفسه، وهو أنا شايف إن عنده مسؤولية. طيب مع كل الإشادات ديت يا جماعة، ما نغفلش واحد زي كريم نيدفيد، لأنه أولا كريم ومارسيل كولر. مارسيل كولر راجل عادل جدا، وقادر زي ما قادر يخلق البدايل قادر يدي الفرص بتساوي وعدالة. ليه؟ كريم لعب المباراة الأفريقية اللي فاتت بجهد كبير جدا وجاله شد في السمانة، لقاه تاني يوم بعد ما يدوب تعافى بيعمل تمرينة قوية جدا في الوقت اللي انت عندك غيابات أليو ديانج، وعندك كمان أحمد نبيل كوكا، انت عندك مروان عطية مفروض يلعب. لكن الحقيقة مارسيل كولر كان عادل بما يكفي انه يحافظ لكريم على فرصته، لانه شافه شقيان فعلا وعايز يدي. دي بدات يا استاذ ابراهيم، كان عنده حسن الظن بيه فعلا في المباراه. كريم نيدفيد انت شايل نص الملعب يعني، معاك قفشه ومعاك امام عاشور، لكن كريم ما شاء الله مجهوده البدني والدفاعي هايل جدا. ثقته في انه ممكن هيحتاج كريم كانت واضحه لنا جدا لما عمليه انه يطلع عره لما يطلعش، وهو يعني كان متمسك، لا انا محتاجه، وثبت انه محتاجه فعلا. وثبت ان كريم من النوعيه المحترمه جدا من اللعيبه، صحيح، لما
لما بيتحط في المسؤوليه بيشيلها وبيجتهد ويشتغل، لانه يعني هو جاي من اصابه طويله ابعدته، وبعدين جه يرجع اتصاب اصابه خفيفه ورجع تاني، لكن الراجل شايف انه بيأدي له اللي هو عايزه. وسام ابو علي عماد متعب قال لك هو لعيب مزعج، احمد حسن قال نفس التعبير، قال لك بيرهق المدافعين كفايه. نشوفه. كابتن احمد، هل وسام ابو علي قدم اوراق اعتماده اليوم بحراز هدفين وطموحات جماهير النادي الاهلي اصبحت تعول عليه في الفتره القادمه بالنسبه لنادي الاهلي كراس حربه صريح في النادي الاهلي؟ في البدايه طبعا مبروك للنادي الاهلي، مباراه سهله جدا وهذا لك لبلديه المحله. بص، زي ما قلت لك البدايات مهمه جدا، والبدايات لما بيكون مهاجم وبيحرز اهداف اعتقد الامور بتبقى العلاقه بينك وبين الجمهور افضل واسرع طبعا بشكل كبير. الظروف حلوه مع وسام ابو علي النهارده ان هو يلعب في مباراه سهله نسبيا، الخصم اللي قدامه خصم سهل، انما بغض النظر عن الاهداف انا بيعجبني حاجه في المهاجم، المهاجم اللي بيحاول طول الوقت، اللي بيضغط طول الوقت، لان هو قال جمله مهمه ان مش لازم طول الوقت المهاجم، او في اللعب الحديث دلوقتي ما بقاش المساله التهديفيه بتبقى المهاجم فقط لا غير، الناس اللي بتيجي من تحت هي بقت الاقوى والاهم دلوقتي، فهو بتلاقيه دايما مع كل هجمه يعني من المهاجمين اللي بيتعبوا، من المهاجمين اللي يرهقوا المدافعين من كتر الضغط، من كتر ان هو في كل كوره بيشارك فيها، في حتى في الكرات العاليه القليله قوي اللي جت النهارده، لان بلديه المحله سهل للنادي الاهلي الماتش، في كل كوره بتلاقيه بيضغط، في كل كوره بيحارب فيها، فده في حد ذاته شكل جيد. واول لقاء ان هو يحرز هدفين انا شايف ان دي بتدي له ثقه كبيره فيما هو قادم مع النادي الاهلي. نفس الكلام، يعني ما خرجش في مضمونه عن الميزات بتاعه اللاعب، ودي اللي بتدينا المؤشر هو هيعمل اللي عليه ولا لا. وسام ابو علي سفير فلسطين في الكره الاهلاويه قدم اوراق اعتماده، وده اللي اكد عليه متعب واللي اكد عليه احمد حسن، وكان نفس الراي للزميل ابراهيم عبد الجواد. نسمعه. مقتنع ومؤمن وبراهن على وسام ابو علي، في معطيات بتنبئ على النتائج، لانك لما تتكلم على وسام ابو علي هتلاقي واحد مع سيريس السويدي شارك في 17 لقاء منهم 15 لقاء كلعيب اساسي، سجل 11 هدف وصنع هدف، يعني عنده 12 مساهمه تهديفيه في 15 لقاء لعبهم اساسي. لما تيجي تبص على وسام ابو علي عنده 25 سنه، رجليه في الملعب، يقدر يكون فرود الاهلي الاساسي في جميع المنافسات وجميع المسابقات، لان عنده من الجهد والقدره البدنيه انه يقدر يعتمد عليه مارسيل كولر في القصه دي وفي المكان ده وفي المركز ده. النهارده وسام ابو علي من اول لمسه ليه لما نزل كبديل في قدام دياما يوري لك وينبئ لك ان لا، الراجل ده جاهز واقف على رجله ولمسته للكره مختلفه. النهارده 63 دقيقه سجل هدفين لم يصنع، ولكنه سجل هدفين تسديدين على المرمى بهدفين، التحامات ارضيه 7 فاز بيهم، هوائيه 4. فالمعطيات كلها تقول لك ان الراجل ده تقدر تراهن عليه، يوفق او لا يوفق دي حاجه في علم الغيب، ولكن المعطيات اللي بناء عليها اي متخذ قرار سواء لجنه التعاقدات او مدير رياضي بياخد عليها قراره تقول ان هي معطيات ايجابيه، تقول ان الراجل ده يصلح انه يكون فرود الاهلي ومهاجم الاهلي، وفعلا واحد من اهم نجوم اللقاء، فتح شهادة ميلاد في غاية التميز مع جمهور الأهلي. برضه حد يقول لك أصل قدام البلدية، يا عم ما البلدية دي عاملة لقاءات ونتائج هايلة من أول الموسم. بدايته بداية في غاية التوفيق، في غاية التميز، تثبت إن قرار التعاقد معاه كان قرار صائب بنسبة 100%. طيب، هذه التوقعات يا أستاذ إبراهيم، هذه الآراء، هذا الاقتناع، هتجدوا لده معظم اللي اتكلموا عنده عليه يعني، وبتحط مسؤوليه ضخمه جدا على اللاعب ده، هو شايلها ولا مش شايلها؟ ده كلام مهم جدا، كلامه جدا. وتصرفاته بتشوفه كده. طب ما نشوف وسام ابو علي نفسه انطباعاته ايه بعد المباراه اللي الكل عمال يقبل اوراق اعتماده فيها. طبعا اليوم كويس إلي، لأهلي، لناس فلسطين، ناس غزة، جمهور نادي الأهلي، من أحلى أيام بحياتي. طبعا كنت حاطط شوية ضغط على حالي على نفس اليوم أنا،
انه بدي اجيب جوال وبدنا نكسب الماتش اهم شيء. والحمد لله الحمد لله واقف هنا بعد الماتش وكسبانين 5-1 وجايب جولين. فانا متاكد قاعدين ماما وبابا بالصوفة بالدنمارك مكيفين ومبسوطين كثير، وده اهم شيء عندي انا اهلي وكم جمهور الاهلي. بس طبعا اهم شيء امي وابوي يكونوا فرحانين ومبسوطين بالبيت. انا بلعب احسن شيء تحت الضغط، هيك بحب. انا طول حياتي بحب الضغط، بس اليوم كان ضغط غير شكل. اول ماتش ببدي ماتش ولعبت بغانا، وكان ماتش غير شكل انه انزل 20 دقيقه واضغط للفريق بس اليوم يعني نازل اساسي ولي شهرين ما لعب ماتش. فالحمد لله كل شيء مشي زي ما بدي وضغطت زي ما بدي بالماتش، واشتغل للفريق، اشتغل للجمهور نادي الاهلي، ولما تجيني الفرصه اجيب جول. ده شغلي، و إذا ما جبتش جول كنت بوقف هون وزعلان يعني. فده شغلي، وأهم شيء إحنا كسبنا وأنا كراس حرب جبت جوال، ورضا وكريم وموديس جابوا جوال. ده شيء كويس كتير لثقة النفس عنا وعنا بالفريق، إنه مش بس أنا أو كهربا أو أي حدا، إنه في كتير بيجيبوا جوال، وده شيء مهم. أنا كنت زعلان كتير إن اتصابت بعد ماتشين بعد أسبوعين، بس يعني هلأ صارت أحسن وأحسن طبعا بالتمرينات. انا الواحد بيعمل علاقات بالتمرينات، ما هو الواحد بنبسط بالتمرين وبتعلم شغلات جديده. فهلا لما رجعت على التدريبات وعم اشوف شغل كويس مني ومن الفريق، وان شاء الله نضلنا نكسب الماتشات ونكسب كل شيء بنقدر نكسبه، يعني ده اهم شيء عندي. مستر كولا قال قبل الماتش انه اذا بيجي ضربه جزاء هو بيقول بالماتش مين يشوط. شيء مبسوط كثير يعني، مش بس كان إلي، كان عشان يعرفوا فلسطين كله لغزة غنوا غناية فلسطين واسمي، يعني ده شيء كويس. أنا شغلي هون مش بس شغل لأهلي ولإلي ولنادي الأهلي، ده أرفع علم فلسطين وأجي إنه في شيء غير الحرب، في شيء يكونوا هن مبسوطين وفرحانين عليه، وإن شاء الله يكونوا بألف سلامة ومبسوطين باللي بيشوفوه. كلام موزون، مش معمول للتصدير الإعلامي التقليدي، إنما فرحان من قلبه. ما مش مضطر يقول لك ده يوم من أحلى أيام حياتي، لكن هكذا شعر. قال لك متعود على الضغوط، لك هنا الأمر مختلف غير شكل. لكن تلخيصه إن أنا ما بلعبش لنفسي، أنا بلعب عشان خاطر النادي الأهلي وعشان فلسطين، وسعيد ان جمهور الاهلي يهتف تنبه لدي، وانه ربط بين ادائي وبين فلسطين. يعني مؤكد اللعيب ده احنا اعزاء شخصيه مسؤوله، يا رب يكمل ونضج، لان التقييم بعد نجاح سريع كده يعني عايز تريح شويه. عايز كلمتين لجمهورنا. وسام مش كل مباراه هيلعب، او اي لاعب فيش لاعب هيلعب كل مباراه بنفس درجه الاجاده، ومش كل مباراه هيسجل هذا العدد من الاهداف، ومش كل مباراه هيلاقي فرصه ومساحه يجري فيها. هيتعرض لمشاكل كتيره، هيتعرض لرقابه عنيفه، هيتعرض لاهتمام من مدربين المنافس، هيحتاج دعم الجمهور، والثقه دي تفضل دايما فيه، لانه المسيرة كده مفيش حد هيفضل المسار بتاعه كله مفروش بالورد. لا، في لحظات كتيرة اللاعب مستواه هيبقى فيه مد وجزر. المهم ان لما يحصل لأي حد أي تراجع، الجمهور هو اللي يبقى واقف جنبه. هي دي الوقت العثرة اللي انت بتبقى عايز تقومه هو أو غيره. لكن من المؤكد انه ما شاء الله بدايته فعلا تنبئ بلاعب كبير، بمهاجم حقيقي مفيد للفرقة، وإن شاء الله ربنا يوفقه ويستمر على طول. بعد المباراة إمام عاشور استحق مان أوف ذا ماتش، والحقيقة يعني إمام ممكن يكون مان أوف ذا سيزون نفسه. إن شاء الله هيبقى في نهاية الموسم ده رجل الموسم كله مش المباراة بس. نشوف إمام عاشور بعد هذا التتويج. Thank you.
النهاية فوز مستحق، وأنا كنت مشفق لأن حسيت إن إمام نفسه يجيب جول. لكن الدور الكروي والفني وتأثيره على فرقته اللي بيلعبوا إمام تأثير واضح جدا جدا جدا، وبقالنا مدة ما شفناش حد في معظم الماتشات اللي لعبها صاحب هذا التأثير. الراجل ده مان اوف ذا ماتش في اكتر يعني، واحنا في كاس العالم نفس الشيء للانديه. طريقه امام عاشور مع زمايله من قلبه كده تحس ان البني ادم ده يعني نظيف، وان المشاكل عنده دي كانت طارئه، وان هو اظهر معدنه الحقيقي في المكان اللي احتضنوا بالشكل اللي يخليه يفرز هذا الكلام. ومع زمايله يعني عامل حاله كويسه، هو نفسه مقدر المسؤوليه. يا رب يحميهم من الاصابات ويتالق على كده، لان ما فيش حد اتكلم على امام عاشور الا لما كان راه بطعم مختلف جدا يعني. طيب ده كلام مهم جدا يا جماعه عن هذا الأداء الرائع جدا. حسين الشحات ورضا سليم، أنا ليه بقول لكم التفاصيل الصغيرة حتى في لحظات الاحتفال بتظهر وتعكس حقيقة الوضع بتاع الفريق. ده اللي المهم اللعيبة تحافظ عليه، واللي الجمهور يطمن والإعلام يهدى شوية. هنشوف حسين الشحات ورضا سليم وإمام عاشور وهم بيحتفلوا بطريقة كهربا، عشان زميلهم كهربا غايب، فطريقة الاحتفال اللي كان بيحتفل بيها كهربا حبوا يحيوه بيها وهو في المدرج. سيف زاهر علق على هذا الاحتفال وهذه الروح، نشوفها. امبارح معلق لي كده على يعني حاجة كنت كاتبها وقال لي يعني لقطات احيانا اللي انت بتتكلم عليها لعيبة الاهلي دي تمثيلية يا كابتن، تمثيلية كبيرة. ماشي، وبعدين؟ انت حضرتك ايه اللي مضايقك؟ وسام النهارده، وسام ابو علي جاب النهارده هدف وراح لمودست حياه مثلا. طب حضرتك انت متضايق ليه؟ انا مش فاهم. او انا اسف، مودست جاب الجون وهو في رحله، او مودست قبليه عمل تويته اما وسام جاب الجون. انت حضرتك ايه اللي اهو، ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك في اللقطه؟ لعيبه اهو، الراجل بيسقف له والراجل فرحان له وبيرد له تويته اللي هو عملها. هو في الاهلي النظام كده، السيستم بتاعهم بايخ، دمهم تقيل، هم كده بيحبوا بعض قوي ويعملوا كده مواضيع وبتاع. انت ايه اللي مضايقك بقى؟ ما تسيبوا الدنيا تمشي بشكل حلو. اوعى تفتكر ان المكسب 11 بيلعبوا في الملعب، المكسب تفاصيل نفسيه خارجيه مع مجموعه من الصفاء والسلكان تؤدي في الاخر الى توفيق ربنا. فاللي فاكر ان دي مش الحاله الطبيعيه داخل النادي الاهلي تبقى حضرتك غلطان، لان هو سر الخلط، هو ده سر الشغلانه. ما فيهاش هزار. وفي لقطات تانيه طبيعيه، طاهر بيبكي ان هو ما شاركش، فامام بيصلح. هل هو في اتفاق على كده؟ مفيش يا عم. يا عم دي لقطات طبيعيه والكاميرا بتسرق اللقطه. هو زعلان ليه؟ لان هو كان بيسخن وكان هينزل، فالراجل قال لمودست لا تعالى. على فكرة عادي، عادي في عالم كرة القدم كل ده عادي، وطبيعي انه يزعل، وطبيعي ان صاحبه يطبطب عليه يقول له ما تقلقش اللي جاي كويس، شد اللي جاي كويس. اعظم النهاردة ما في المباراة، اعظم ما في المباراة جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي النهاردة عمل لقطات تدرس. الوفاء في النهاردة الهتاف للراحل لعمري فاروق، ما بننساش حد، فهنا الوفاء كبير جدا جدا جدا. نادوا النهارده على كهربا وقالوا له مش هننسالك موقفك، مش هننسالك ان انت اشتريتنا. هتفوا النهارده لشوبير وحمزه علاء قبل المباراه وقال لك عندنا صف تاني وعندنا واحد واثنين. يعني الاهلي دايما وجمهوره بيركز في حاجته بشكل الحقيقه رائع جدا جدا جدا. الفرق الكبيرة انتصاراتها، تقدمها، ألقابها بيبقى وراها تفاصيل. أنا موافق كابتن سيف على دي، أن التفاصيل الصغيرة المهمة هي التي تصنع
الفرق الكبرى بمثل هذه التفاصيل. البعض يسميها روح الأهلي، البعض يسميها أوضة اللبس، البعض يسميها ثقافة لهذا النادي ولعبته، لكن في الآخر بتترجم إن الفريق ده طول ما هو كده فعلا ما تخافش على الأهلي. نشوف احتفالهم بطريقة كهرباء. طيب نفس روح كهربا برضه وامح في المدرج كل اللعيبه. بص يعني النهارده مثلا طاهر كان متاثرا لو نزل وربنا كرمه، انا متاكد الفرقه هتقعد تحتفل بيه هذه الاحتفالات كلها. فالروح دي علينا ان ننميها بدل ما ما ما, ما اللعيبه تنفس من بعضها تحب الخير لبعضها فالخير يجي لها هي. يعني ده شيء شعور رائع انك تعيش في الجو الصحي ده. طيب الخمس اهداف يا جماعه يعني زي ما اثاروا متعه الجمهور وفرحته بيهم اثاروا بعض الجدل، بس انا عايز اقول لكم يعني بصوا في البدايه، انا بتكلم على مارسيل كولر، في البدايه فريق البلديه بيدافع متقدم شويه، فالراجل قاري المنافس، كانت التعليمه انه العب كرة طولية ورا الدفاع، نتج عنها ايه؟ التلات جوان. بصوا كله ارمي ورا الدفاع. انا هقول لك حاجة، الشوط الثاني لما احمد عبد الرؤوف مدرب البلدية نزل لتحت شوية ودافع من بدري، شوف ضربه ازاي. الشوط الاول التلات جوان، العب في مساحة فاضية ورا الديفنس، واستغل سرعة التلات لعيبة. انا هنا بتكأ اهو امام كله وراهم، جبت الثلاث اجوان بالكور الطوليه ورا الديفنس ومستغل سرعه الثلاثه. الشوط الثاني وده تميز امام عاشور وقفشه الاثنين مع بعض، لما بدا البلديه ينزل تحت خالص ويدافع من قدام ال 18 بتاعته بدات تبقى السرعات على الارض. تخيل ضربه الجزاء دي، تخيل شوفها جت ازاي، بس شوفها اتلعبت كره بينيه في قلب الدفاع، خلاص هو غير السيستم بتاع الدفاع، فكولر قام غير له سيستم الهجوم، بدات تلعب كره على الارض سرهات بينهم. بص اهي وقفشه اهو لمودست، غيرت اسلوب الدفاع، غيرت لك تكتيك الهجوم في الحالتين. يعني بنفس الطريقه جاب الجونين في الشوط الثاني، واحده اتعملت بين المدافعين خد منها امام ضربه جزاء، وواحده من قفشه على طول على الارض المودست سجل منها. يعني الراجل ده بياخد علا حب من زمايله مهمه جدا جدا، تعود على الاسلوب وجاي من ورا الدفاع، بس انا بكلمك على متحرك بشكل طريقه تحركات وطبيعه التمريره من امام وقفشه مع الفراوده اختلافها في الشوط الاول على الشوط الثاني. بدل ما كنت بتلعب لونج ورا الديفنس بدات تلعب سرهات بينهم فتضربه فيجيب امام بنالتي ومودست هدف. ضربه الجزاء ده انا كنت عايز اتكلم عليه. لان البعض تخيل لعيب كبير يشكك في ضربه الجزاء. يعني انا عايز اعرف هو ما فيش اوضح من كده ضربه جزاء. لم يتردد احد في احتسابها، لم يحتج احد على احتساب ضربه جزاء ولا اوضح عشان حد يطلع في استوديوهات يتكلم عليها. بصوا يا جماعه عشان تحسموا المساله مع نفسيكم، فيه ناس اعتمدت طريقه الهكس اسلوب اداء، انه لو اتكلمت كلام عاقل ومعقول هيبقى زيك زي كل بقيه الناس، محدش هيسمعك، خالف تعرف، هجس تتشاف. فاستقبلوا كتير جدا من اداء اعلامي معتمد الهكس واسلوب بتاعه. فعشان كده يطلع حد يقول لك ايه ده الثلاث اجوان الاولانيين بتوع الاهلي اوفسايد، الثلاثه مع بعض. طب احنا مش هنقول راينا، ما تشوفوا راي خبير التحكيم الكابتن سمير عثمان في اون تايم سبورتس وهو بيحلل المباراه تحكيميا
ربما نكون احنا مش شايفين. اول هدف طبعا فيه تسلل، لا نقف لحظه لعب الكره، ما لعيب يحط خلاص رجله في الكره هتلاقي اخر تاني مدافع لو بلديه المحله. ايه هو اخر تاني مدافع عندنا؟ اول مدافع بيبقى حارس المرمى، صحيح، اللي هو بعد جد تاني مدافع قصاد مساعد الحكم. لحظه لعب الكره في واحد واثنين مغطين، قرار سليم من احمد توفيق، طلبوا اكيد اتاكدوا من القرار برده محمد عادل واحمد حسام طه. برضو الهدف الثاني برضو من اول وهله تحس ممكن فيه تسلل لعيب النادي الاهلي قبل احراز الهدف. نشوف برضو لحظه لعب الكره، طبعا هنا واضحه طبعا لحظه لعب الكره نفس القصه، اخر ثاني مدافع والكور اللي من حركه بتبقى مش سهل على مساعد الحكم، صحيح. لكن هو احمد توفيق متمركز في مكان متمركز صح. الى حد كبير متمركز صح وشايف الكره. هنا بقى يا كابتن احمد زوزو الحكايه، لحظه لعب الكره مساعد الحكم بيبقى باصص كده، في عين بصه لحظه لعب الكره والعين الثانيه مع المهاجم واخر ثاني مدافع. صعبه جدا صعبه جدا، خاصه الحالات فيها ايه الحركه. يبقى تاني اختبار طاقم الحكام بالكامل بحكم الفار نجحوا. الحالة التالتة أصعب وأصعب، في طبعا شطارة من محمد عادل وأحمد حسام طه، حالة صعبة جدا تمام، عامل خطوط الفار. لولا خطوط الفار كنا هنروح لحاجة تانية برضو ايه بداية شوية. انت لو شفتها هتلاقي النجيلة الأخضر فتح والأخضر غامق، هتلاقي لعيب بلدية المحلة يعني مغطي بجزء من جسمه، هو اقرب للخط من رضا سليم. وتقنيه الفيديو اثبتت ان الهدف سليم. يبقى عندنا ثلاث اختبارات طاقم الحكام بالكامل نجح، بس ده يعني مش بالكامل، ده الفار هو اللي انقذ الموقف، صحيح، من ضمن الطاقم بالظبط، ما فيش مشكله طبعا، في الاخر وصلت للعداله، صحيح. نيجي بقى للحالات بتاعتنا. اول حاله من الحالات بقى اللي انا جايبها تمام، عندنا اختبار لاحمد الغندور نفسه، احمد ما جالوش اختبارات، ده اول اختبار ركله جزاء سليمه 100%. يعني هذه كل الحالات اللي بيحصل فيها يا راغب ما فيهاش، يعني الحقيقه كويس ان حد يشكك عشان الحقيقه تظهر. يعني كلام الكابتن سمير انك انت دلوقتي في ظل تقنيه الفيديو عندك فرصه ان انت تعمل تشيك وتتاكد وتجيب العداله قدر الامكان، عشان كده قال لك طب ادي الخطوط اللي اترسمت، ادي الوضعيه، ادي صحه الهدف. فاعتقد مع الفار المفترض الهكس أيوة يقل شويه، بس الفار يعمل دوره ويستدعي ويوري الحالات. بس هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل مش كان احسن الاهلي ينسحب ويريحهم؟ نشوف. ما اعرفش تخاف على الاهلي ولا ما تخافش، في ظل الدوشه اللي شغاله اللي الحقيقه محتاجه اعاده الكشف على القدرات الذهنيه لدى البعض، لانه لما هتسمعوا الفقره اللي جايه هتقولوا لا فيه ناس فعلا محتاجه مراجعه للقدرات الذهنيه، عشان كده غلطان انت يا اهلي، كان لازم تنسحب. قبل ما ندخل في ثنايا ديت انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اوضح، يا ريتك كنت قلتها ريحهم يا اهلي وانسحب، مش هيرتاحوا ابدا. انا مش عارف احنا ليه يا جماعه مقضيينها رغي وهري وهد في موضوعات بجد المفترض محسومه جدا. قبل ما ادخل في ثنايا الغلط بتاع الاهلي وانه كان المفروض ينسحب عشان يريحهم، اللواء احمد سليمان، وانا هنا بقول اللواء راجل قياده شرطيه عضو بارز في مجلس اداره نادي الزمالك، كان مع الكابتن حماده صدقي ضيفين على الزميل مهيب عبد الهادي. كابتن اللواء احمد سليمان له راي، ممكن يكون عن ماتشات الزمالك اكيد هو حر لان هو راجل عضو مجلس اداره نادي الزمالك، لكن الكلام بالزج بالاهلي على طول، هي دي النقطه، محتاج نقف عند اللي هتسمعوه. هو احمد دياب بتاريخه يعني في ناس مخططين في هذا الموضوع، في عايز اعرف التخطيط، القرار التخطيط لاحمد دياب هو مين اللي قاعد، هل جاب لجنه فنيه محترمه؟ بص عشان النهارده بص يا كابتن حماده سيبك من كل حاجه، جاب على عينه وراسه يعني على عينه وراسه، هو راجل اداري سيبك من كل حاجه، النهارده هو اللي بيطلع النهارده بيدي الاداء. هل النهارده جاب مثلا حسن شحاته؟
هل جاب شوقي غريب؟ لا يا هل جاب يا احمد يا احمد بص جاب ناس خطت للدوري المصري ان اتحاد الكوره ورابطه الانديه تبقى اقوى من الانديه. هم مش قادرين يعملوا حاول الموضوع ده. لا يا احمد مش قادرين يحاولوا الموضوع ده يا كابتن حماده. لازم يتعمل. ما دلوقتي يقرا كام تاجيل يا كابتن حماده؟ لو قوه على القوه على كلنا ماشي سواسيه. اه دايما بنحس ان في كلام كده متناقض. لا مش متناقض، قلت كلمه وعكسها دلوقتي. لو بتنفذ عليا وعلى غيري اهلا وسهلا. على المستوى التحكيمي، ما انا كلمت الكلام ده عندك، على المستوى التحكيمي، على مستوى المسابقات، على مستوى حتى الاعلام، لو في تساوي بين الانديه وبعضيها كله هنرفع القبعه وكله هيلتزم. لكن في تغييرات بتتم يا احمد بص في مسابقه، في ناس بتاخد عقوبات عكس، في ناس عامله كوارث عامله عقوبات، في بقى هم شايفين حاجه في فيديو على كابتن حماده وواخدين طالعين عاملين قرار ضده، في فيديو عليا انا يقول لك يطنش ما تعملوش. هو ده موجود، هو دي المشكله الرئيسيه. ده لما انت بتعمل بالانس وبتعمل تفكر هو ده اللي بيعمل لك مشكله. ما في وقائع مثلا كما لعيب عمل كارثه وعقوبات جامده جدا، في ناس عملت كوارث ما سمعناش في اتحاد الكوره. امام عاشور مثلا اما كان في الزمالك وعمل حاجه مش كويسه عقب عقاب رهيب جدا. احنا كان عندنا مباراه في الناشئين في لعيبه عملت موقف سيء جدا ده لعيبه الزمالك، ولا حد عمله الناحيه الثانيه كده، بصوا الناحيه الثانيه وهو نفس الموضوع نفس القصه. مين الخبير اللي اقنعني؟ لازم توافق احمد دياب مع احترامي ليه طبعا ده راجل اداري، لكن هو فنيا ايه الموضوع هيفيدني في ايه؟ هسالك سؤال، اتحاد الكوره اتحاد الكوره بيتحرك مع المنتخبات، ودلوقتي الرابطه بيدير الدوري صح؟ مسابقات واتحاد الكوره بيدير المنتخبات بس لسه ما خدش الصلاحيات الكامله. استنى يا كابتن حماده بقى، ما انا مش هنمس على الناس. من يتحرك مع حسام حسن وابراهيم حسن؟ مين اللي بيعمل اجتماعات معاهم؟ احمد دياب. انا بقول لك انا، طب ما هو عادي بيقعد معاهم في الماتشات، بيقعد معاهم خارجيا عشان لا. ما هو بصفته ده بدا يعيش ان هو رئيس اتحاد الكوره. ايوه بس دوره هو رئيس الرابطه يا كابتن. لما رئيس الرابطه بينظم معاه، هم عايزين ينظموا المباريات وينسقوا الدوري ودي حاجه مهمه جدا. الغي 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 اتحاد الكوره واللجنه الفنيه. الوحيد اللي خد وضعه في اللجنه الفنيه الله يرحمه كابتن الجوهر، وكان في وجود قيمه كبيره زي كابتن حسن شحاته وشوقي غريب وحماده صدقي، وكنا بنقعد وبننسق معاه. اللجنه الفنيه دي صوره جايبين حد صوره ولا جايبين ناس تقول فنيات؟ هل في لجنه فنيه تحدد موسم؟ تحدد موسم الدوري خمس سنين. لو اتحاد الكوره اما يجي اربع سنين ما ليه اربع سنين؟ ما لو اللجنه الاولمبيه بتجيب الاتحادات وتقول لي هات لي خطتك الاربع سنين، ميزانياتك الاربعه، انا بديك اخطاء من الكواليس محدش بيعرفها. امم افريقيا كانت شغاله، الدوري الجزائري كان شغال، الدوري التونسي كان شغال، الدوري المغربي كان شغال. اه الثلاثه كانوا شغالين، انت كنت شغال؟ ما تقدرش احنا قعدنا شهر ونص حسن. ما تقدرش انت عجبتني انت كزمالك توافق تلعب من غير الدوري ده؟ انا بقى انا يا ناس متساويه بكل الناس لا. يا كابتن حمد انت ليه واخد الموضوع في الزمالك؟ الموضوع زمالك واهلي واسماعيلي، وانا عارف. ينفع انا ينفع العب في الاسماعيلي ومفروض في كره القدم الاهلي والزمالك منافسين، انفع في الاسماعيليه العب والاهلي ما يلعبش في الاسماعيليه؟ لا دي ده لا ماليش دعوه، ما هو ده كله شغل امني يعني. ماشي ما انا اقول السنه الجايه انا مش هفضل العب في الاسماعيليه. انت عارف كويس ده شغل امني. لا مش ما السنه الجايه مش هلعب هنا في الاسماعيليه، اروح العب في اسكندريه. ما قدرتوش تستنوا ال 10 ثواني؟ هو قال ماليش دعوه. ماليش دعوه قال له الاسماعيليه، عدم اللعب الاهلي في الاسماعيليه ده قرار امن، قال له ماليش دعوه. اللي هو اللي هو راجل امن وكان عارف القرار وعارف السبب. اه انما هو زاجي باسم الاهلي. هو ازاي مره واحده حصل عليه جوم ها من مدرجات الاسماعيلي في مباراه ازاي؟ لا اذا الامن راى ان الزمالك ما يروحش ما يروحش. بس يا كابتن احمد هو الاسماعيلي بيلعب في القاهره مع الاهلي؟ لا ما هو ما بيلعبش في مع الاهلي في القاهره. وبعدين انت ايه الزج باسم الاهلي وايه ايه القضيه اللي كل ما تنام وتهدى تولعوها ليه؟ ليه تبينوا ان الاهلي وانت رجل امن؟ انت اصلا رجل امن يا سياده، ويعلم انه يا سياده الاسماعيليه ما بتقدمش موافقه عشان في الاهلي على استضافه ماتش الاهلي، عشان في الاخر تقول ماليش دعوه. لا ماليش دعوه. طيب خلي بالك بقى الهجوم على المقترح بتاع تعديل الدوري. هو انت يديرك في ايه؟ ده احنا بنقول العشرة دول هيلعبوا على ترتيب المراكز، ما بقولك بنفس النقاط بتاعتهم. اه بنفس النقاط اللي خدوها اللي خدوها محتفظ بالحصاد. انت بقى هتيجي بقى متنبي الاهلي هيتصدر؟ ده همك انت، مع انك انت اخر ثلاث سنين واخد الدوري مرتين. يعني انا مش قادر افهم انت استفدت من عدم العداله ولا ايه؟
نمرة ثلاثة، ودي هتبان في اللي جاي حجم البرامج اللي خدمت على وجهة النظر دي، عشان تعرف المسألة منسق لها. فأنت ما تيجي تقول لي لا مش كل احنا لسه كل واحد مش بص في كراسه، لا. طيب دي الجزئية اللي المفروض اللواء أحمد سليمان يكون أدرى الناس إنه مديرية أمن الإسماعيلية ما بتقدمش موافقة أمنية للنادي الإسماعيلي على استضافة مباراة. على فكرة احنا أستاذ إبراهيم بس احنا بنرد عليه واحنا مدايين، صحيح، لان ما كان ينبغي انه لواء الشرطه لا وعدوا مجلس اداره الزمالك، عدوا مجلس، انما انت اللي استدركتنا، انت بقالك كذا حلقه بتجيب سيره الاهلي والعداله. طيب وبعدين هتقول مش اصل، لا انت سميت الاهلي. طيب انا عندي خلاف في مستوى الفكر اللي بيتكلم بيه الكابتن احمد سليمان، في مستوى الفكر ليه؟ في ثلاث نقاط، سيبكم من حته الاسماعيليه لانه مردود عليه. والراجل بيقول لك هو ازاي الرابطه، فين اللجنه الفنيه بتاعتها اللي تقدم دراسه للدوري اربع سنين مستقره او خمس سنين؟ هو مين قال لك ان ده ممكن يتعمل؟ الرابطه يا سياده اللي هو الكابتن، الرابطه مجلس اداره سنوي. ليه؟ هو بينتخب من انديه الدوري في هذا الموسم، هذه الانديه تتغير السنه الجايه، في ثلاثة هيهبطوا وفي ثلاثة هيصعدوا، فتغيرت الجمعية العمومية. فإن في حد يظن أن الرابطة مسؤوليتها تعمل دراسة فنية وخطة فنية لمدة أربع أو خمس سنوات، ده كلام في العبث، ده كلام في العبث بره حقيقة الموضوع، لأن الرابطة مجلس إدارة متغير سنويا وفقا لتغير الجمعية العمومية بتاعت أندية الدوري اللي بتنتخب قبل كل موسم تشكيل لمجلس الإدارة الخاص بيها. فالكلام ده كلام ما ينفعش يتقال. رقم اتنين، دوري الجزائر استمر والمنتخب شغال وكاس الأمم شغالة، الدوري المغربي شغال والدوري التونسي شغال، اشمعنى انت توقفت؟ انت بتتكلم بجد؟ بجد ده كلام ممكن يتقال؟ يعني الدوري الجزائري اشتغل لأنه كل لعيبة منتخب الجزائر اللي كانوا في أبيجان محترفين في أوروبا مش في الجزائر، فالأندية الجزائرية مش هتتعطل. أنت عايز الدوري المصري يشتغل والنادي الأهلي منه سبع لعيبة وبيراميدز منه خمس ست لعيبة والزمالك منه ثلاثة لعيبة ولا أربعة لعيبة، تقدر تلعب دوري أستاذ إبراهيم؟ غير الأجانب، غير الأجانب بتوعك اللي راحوا، يعني سيف الجزيري ساب الزمالك وراح تونس، علي معلول ساب الأهلي وراح تونس، البيرسي تاو راح جنوب أفريقيا. أنت بتتكلم بجد؟ ديانج راح مالي؟ أنت تعرف إنه أنا بقول لكم أنا عندي أزمة في الفكر بجد، في إن الكلام ده يتقال. الكلام ده لو اتقال من أي حد تاني ممكن لا تعيره أي اهتمام، لكن يتقال من اللواء شرطة كابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك واللي كان في جهاز المنتخب لفترات طويلة كمدرب حراس، لا إحنا بصدد حالة لازم نتوقف عندها. يجي يقول لك هو احمد دياب يقعد ليه مع حسام حسن؟ علشان احمد دياب رئيس الرابطه اللي بتعمل جدول الدوري، فحسام حسن وجهاز المنتخب عايز فترات من الدوري. لما قعد مع الاستاذ جمال علام طلعنا قلنا جمال علام ماله مال الدوري، ما عندوش وصايه على جدول الدوري، الدوري بتاع الرابطه. الكلام ده يا جماعه المفروض يكون معلوم للكافه والكاس بالضروره، والكاس بتاع الاتحاد بس. فانتوا متخيلين احنا في ازمه فكر موصلانا لغايه فين؟ الناس مش عارفه المنتخب كان عنده كام لعيب من الانديه، فلا هو كده. وبعدين أسوأ حاجه في المناقشه، لا هو كده، هو كده ازاي؟ اللي هو كده ايه يعني؟ ماليش دعوه، مالكش دعوه بايه؟ يعني هي الفكره كلها الاهلي ليه الاهلي ما بيروحش الاسماعيليه؟ يقول له يا عم ده قرار امني، ماليش دعوه. طب مين اللي ليه دعوه؟ ما اللي ملوش دعوه ما يتكلمش فيها بجد. لا اخر واحد هو يقول الكلمه دي كان هو رجل في داخل منظومه امنيه. الله، انا ده اللي ادهشني. طيب يعني كريم حسن شحاته عن المؤجلات والدوري نفس القضيه، ليه انا بقول لكم الاول اسمعوا كريم وبعد كده نتكلم.
خلي بالكوا احنا عندنا مشكله، انتوا عارفين ايه اللي مبوظ الدوري في مصر؟ ان احنا بنقعد ناجل ماتشات للانديه بدون داعي، بحجه ايه؟ ان انا بساعد الاهلي ان هو يكسب بطوله افريقيا. لا، مفيش حاجه اسمها تاجيلات. عايز دوري منتظم، وعايز كوره منتظمه، وعايز سيستم، وعايز مستوى لعيبه وفورمه معظم فترات الموسم للعيبه. طبق اللوائح، اعمل سيستم دوري زي ما بيتعمل في اي حته في العالم. يا جماعه والله العظيم الموضوع سهل، الموضوع سهل، بس نلتزم باللوائح، ما نخافش من الاهلي. لو احنا التزمنا بالمواعيد واللائحه اللي احنا عاملينها، اللائحه اللي كان الاتحاد المصري او رابطه الانديه عاملها، كان كابتن عامر حسين مدير المسابقات عاملها، ان الاهلي مثلا الاهلي عنده ماتش في افريقيا، لو الماتش جوه مصر يلعب بعد الماتش ده بثلاث ايام ماتش في الدوري، لو الماتش ده بره مصر يلعب بعد الماتش اللي بره مصر ده في افريقيا باربع ايام في الدوري. لكن ما ينفعش نادي زي النادي الاهلي، مع احترامي طبعا وكلنا عايزين الاهلي، مش تبقوا عارفين احنا هنا عايزين الانديه المصريه تنجح، لكن طبق اللوائح والنظام والمواعيد اللي انت اقرتها، هتلاقي الدنيا ماشيه سهله. مش احنا اللي هنخترع الذره، العالم كله بيعمل كده. عندنا اجنده دوليه، ما العالم كله عنده اجنده دوليه. عندنا بطولات للانديه، ما العالم كله عنده بطولات للانديه. عندنا بطوله كاس عالم انديه للاهلي، العالم كله عنده. مش ده مش معناه ان انا اغير نظام عدم اللي انا مش قادر اعمل دوري منتظم، ده يعتبر، مش عايز اقول كلمه تزعل، يعتبر فشل. كابتن كريم شايف انه اللائحه ما بتطبقش، شايف ان الاهلي بيتاجل له مجامله عشان يكسب افريقيا، حاجه غريبه جدا يعني، وشايف ما تعمل زي كل الناس، حط لائحه والتزم بيها. يا كابتن كريم، هل المشكله في ان مش بتحسب، ولا مش عارف تحسب، ولا ما فكرتش تحسب، ولا حسبت بس برضه عايز تناقش القضية من منظور ان لا الاهلي بيتجامد؟ وده موقف جديد طبعا، لانه يبدو حيادك السابق كان رهن خلافك مع الادارة السابقة. الادارة السابقة، الادارة السابقة. طيب كريم بيقول لك، انا ليه بقول لك انت غلطان يا اهلي كان تنسحب؟ لانه احترام الاهلي للائحة مشي على الاهلي دون اي استثناء. الناس دي عندها مشكله مع الاهلي فعايزه تغلوش باي حاجه. والحقيقه الازمه ان الناس دي ما بتقراش. كل اللي بيتكلموا على التاجيلات لا قاريين لائحه ولا عارفين حاجه. انا اسف. ارجع للائحه اللي الاهلي محترمها واللي اداره المسابقات حطاها، وهات لي الاهلي استثني بره هذه اللائحه كم مره. اتحدى ان حد فيهم يجيب واقعه الاهلي تجاوز فيها هذه اللائحه ولا مره، اللي اتطبقت على كل الناس اللي شاركت خارجيا. اللائحه دي يا جماعه عرضناها كتير، بس ارجوهم يقروها مره. الانديه التي ترغب في المشاركه في البطولات العربيه او الافريقيه، يا ريت نوريها لكم. الأندية التي ترغب في المشاركة في البطولات العربية أو الأفريقية عليها الالتزام بالمواعيد المعلنة بالجدول أو بالجداول دون طلب إدخال أي تعديل على التوقيتات والمواعيد أو طلب التأجيل، بحيث تقام المباراة المحلية للنادي على رابع يوم في حالة إذا كانت المباراة الأفريقية أو العربية خارج مصر، على رابع يوم، وتقام المباراة المحلية على ثالث يوم في حال إقامة المباراة الأفريقية أو العربية داخل مصر. ده اللي حصل. تعال اقول لك انا مبدئيا لغايه ليله امبارح، عشان الناس دي تعرفوا انه عندهم مشكله نفسيه مع الاهلي، صدقوني بجد، لانه لو بيحسبوا هيلاقوا الاهلي لغايه ليله امبارح لعب 24 مباراه او 25. يا دي انت بترد بقى على كلام لسه هيجي. اللي بيقول لك هو من العداله ان البلديه تلعب ثلاث ماتشات 8 ايام والاهلي ما يلعبش. هل البلديه لما لعب 3 ايام او 8 ماتشات والاهلي ما لعبش، هل الاهلي كان في مارينا بيتفسح، ولا كان في ميدياما بيلعب غانا، وقبل منه في الجزائر،
وهكذا في المشوار الافريقي. مش ده اللي كان؟ الاهلي بالمناسبه 25 مباراه من بدايه الموسم، الثاني له حتى امبارح بيراميدز 20 مباراه، فيوتشر 19 مباراه، الزمالك 18 مباراه. قول لي لما الاهلي لعب 7 مباريات في الدوري الزمالك لعب 9 بس ليه؟ ما هو انت برضه ما لعبتش 14 مباراه زي انبي عشان تيجي تفتح صدرك قوي كده، ده انت لعبت 9. يعني الاهلي 7 الزمالك 9 في الوقت اللي شوفه الاهلي لعب خارجيا 24 مباراه في الموسم ده لغايه دلوقتي. كانت الخلاصه ايه؟ الموسم بالنسبه للاهلي بدا قبل بدايه كل الفرق باربع ايام، علشان الناس دي تفتكر الاهلي لعب اول مباراه السنه دي يوم 15/9 كانت مع اتحاد العاصمه على كاس السوبر في السعوديه. الدوري بدا لكل الفرق يوم 18، انت بدات 15 كل الفرق بدات 18. لعب الاهلي اول مباراه له مع المصري في الدوري يوم 19، يعني انا لعبت 15 في السعوديه، لعبت على اليوم الرابع، ادي اللائحه على اليوم الرابع، فلعبت يوم 19 مع المصري. الدوري بقى 166 يوم من مباراه اتحاد العاصمه واخر مباراه للاهلي امبارح مع بلديه المحله، 166 يوم. في فترات كانت ممنوع اللعب فيها لا الاهلي ولا لغيره في الدوري. انتوا كنتوا عايزين الاهلي يلعب دوري والمنتخب واخد من ال 166 يوم 95 يوم. اللي بيقول لك الاهلي ليه ما كانش بيلعب؟ لان في 95 يوم توقفات للمنتخب ما بين تصفيات كاس عالم وما بين المشاركه في نهائيات الامم الافريقيه والاجنده الدوليه بتاعت الفيفا. 95 يوم من ال 166. في 15 يوم الاهلي شارك فيهم في كاس العالم للانديه في السعوديه. كنت عشان ترضي الكابتن كريم والكابتن احمد سليمان ما توقفش الدوري، بس الاهلي ينسحب من كاس العالم في السعوديه ما يشاركش فيها، او يعتبر منسحب، او ينسحب من ماتشات الدوري، او يقسم نفسه نصين، علشان المنطق ده الناس تصدقه. ادي 110، ادي 15 يوم في كاس العالم في السعوديه، ادي 110 يوم. في 25 يوم الاهلي شارك فيهم في الدوري الافريقي بقرار من الكاف اللي قال ان الانديه المشاركه في الدوري السوبر الافريقي ما تلعبش محليا. مش ذنب الاهلي ان الكاف هو اللي اختاره، مش ذنبه. كان عندك 7 ايام لمشاركه الاهلي في السوبر المصري في الامارات، شان وشان سيراميكا وفيوتشر وبيراميدز، بس الاهلي هو اللي عليه الكلام مش على ده. غير المشاركات في دوري ابطال افريقيا واللي الاهلي مشارك فيها زيه زي بيراميدز، حتى خروج بيراميدز وبيتعاقب معاها بالظبط الزمالك وفيوتشر في الكونفدراليه بنفس المدد، في نفس المدد المنصوص عليها في اللائحه، والاثنين استفادوا من نفس اللائحه اللي اتطبقت على الكل. مش استفادوا، طبقت عليهم بالظبط. هو بيطالب كده، بيقول لك العب ثالث يوم داخلي ورابع يوم خارجي. هو ده اللي اتطبق، طبق على كل الفرق، طبق على النادي الاهلي. خلاصه المؤجلات دي صدقوني بجد عشان الناس دي تستريح، لانه العمليه عامله لهم بالو بجد. طيب هل كان الاهلي ما يلعبش كاس عالم؟ ما يلعبش السوبر الافريقي؟ ما يلعبش السوبر الافريقي، ينسحب من السوبر المصري، ينسحب من السوبر الافريقي استاذ ابراهيم، او ما يروحش المنتخب. ما انت بس هو ما ظهرش في الفيديو ده، هو ما مش عاجبه المقترح بتاع الدوري اللي مقدمه الاستاذ احمد دياب. بالصدفه الشديده يعني كريم واللي هو احمد سليمان مش عاجبهم، وبالصدفه الشديده في برنامجين تانيين ماشيين في نفس الخط. انت يعني ازاي تكون لا ليه لحسن حاشا الأهلي. لله لا قدر الله يكونوا عايزين يريحوا الاهلي بانهم يقللوا عدد الفرق، مع ان تقليل عدد الفرق ده هيدي فرصه استثماريه لكل انديه الدوري اللي عايز يطلع يلعب ماتشات، يلعب ماتشات وديه وياخد ويسوق نفسه ويجيب فلوس ويسوق نفسه. الازمه ازمه فكر يا جماعه، بجد ازمه فكر وازمه نفوس. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.